السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدايرين؟ بخيرين هانين. أمس عليكم، كلشي بخير هانين. كنتمنى كلكم بصحة جيدة إن شاء الله. ان شاء الله كنتمنى تصب عندكم الشتاء، ورحنا بالنا معكم. وملي كتكون هنا الشتاء راه كنردو لكم البال، ولا كنعلمو الاخوه الاخوات واخوتي الناس كتصل بهم تقولوا اطمئنوا راه الشتاء يجيكم. وفعلا لان احنا مفارقنا غير البحر، بيننا وبينكم البحر، وحنا مقاربين في القلب. رغم هذا البعد وهذه المسافات وهذا، يعني احنا راه مقاربين، راه بالنا معكم والله العظيم، انا بالنا معكم والله. والله المغرب ديما بان، يعني المغرب بلد اللي تكون تما تكرهوه، ملي تخرج منه تعشقه. هذا هو السحر ديال المغرب، هذا هو الجمال ديال المغرب، السحر ديال المغرب. على كل حال، اليوم عندنا قصة اللي هي تمكنت نصنعها في راسي. هذه في ظرف يومين او ربما يومين ونص ولا 3 ايام. يمكن قصة جميلة بزاف، وكنتمنى تعجبكم. القصة ديال واحد السيد عمر حيدر، السمية ديالو عمر حيدر، السمية ديال عمر. وهذا عمر حيدر شاب اللي كانت عنده 22 عام، وكان كيعيش في مراكش، واللي الأم ديالو توفات واحد المدة، وعنده جوج الخوت. واحد مشى خرج للخارج، ما عمرو رد عليهم، ما عمرو سمع منه. واحد الخو قرب انجاجا في العسكر، اللي هو في الصحراء، كيعيش في الصحراء، وعنده الام ديالو ماتت يتيم، وعنده كيعيش مع باه، وباه اضطر باش ما كنتجوج شي مرا، وهذيك المرا ما بغاتش الاولاد. ملي كانوا الاولاد كيعيشوا وهو في الظل يعيش مع ولادو، لان كان كيحب مراته بزاف. والام اللي بغات توفى وصاتو على الدراري وعطاها امال، وفى بالعهد ديالو، رغم انه حاول. يعني انا راجل، انا خصو امراه، خصو اللي طيب ليه، خصو اللي يكون بيه. ولكن هو الاب، هذا الاب اللي حاول ملي كانوا دراري شويه صغار، اما دابا الحمد لله كبروا. وقع عمر هو الصغير فيهم، اللي هو عنده ما بين 20 و 21 سنه. وهذا عمر كان ديكوردي، كيدير ميديا راسو، وكان كيعيش من راسو، وكيعيش مع التوريزم، كيدبر رزقه مع التوريزم. كتقول الانجليزيه، تعلم الانجليزيه بوحدو، العربيه ديالو مزيانه، ولكن كان كيعيش باللغه الانجليزيه. هذا علاش كنكرر مرارا، تنوصيكم تنقول الدراري باش يحاولوا ما امكنهم يتقنوا الانجليزيه، يحاولوا ما امكنهم، يحاولوا راه تدخل الانجليزيه. واخا كتسحب انت بان كتسحب راسك راه ما تعلمهاش، لا راه تعلمها، غير استمر. الله يعاونكم. المهم، رجعوا للقصه ديالنا. عمر كان السنه ديالو كيتجاوز ما بين 20 و 21 سنه، وكان دري قابس، كنقولوا قابس، كيدير ميديا على راسو، وكان كيبريكولي، كيدبر على التوريزم، وكيصور معاهم فليسات. وكان عنده واحد الصديق ديالو، واحد السيد كيدير لي كاسكروت داك الشيء، وهو اللي كان كيمشي عنده كيدير الكاسكروتات. وبعد خات غالبا الاحيان كياخذ كاسكروتات وكيدي واحد ليه هو، ولا واحد باه هو اللي باقي كيعيش مع باه، ديما كيدبر على باه. او مره كيجيب شي دجاجه محمره كيشريها، ولا مره كيطيب، الا كان عنده الوقت كيطيب، وكيطيب مزيان. عمر كان عنده هوايه ديال الطياب، وهوايه ديال الكره، وهوايه ديال الموسيقى. كان دري متفرع، كان دري اللي يعني الا تلاقى مع شي اجنبيه، هذيك الاجنبيه غادي تحبه، لان الهوايه، لان الاجنبيات كيعتمدوا على الهوايه ديال كيعتمدوا، كيبغيو الراجل تكون عنده هوايات، تكون عنده ما يعاود، يكون من الناس وكذا الى اخره. وعمر كانت في هذه الاوصاف باختصار. واحد الخطره جات واحد الامريكيه دريه زينه، وبطبيعه الحال هاد الامريكيات ملي كيجيو، هاد البنات اللي كيجيو هاد الشيء من الخارج واسمو، راه كيجيو قصدو باش يتزوجوا. هذه المعلومه نعطيها لكم، راه كيجيو القصد ديالهم. كنشجع الدراري باش دري باش يبداو يخرجوا من وقت الصيف، يبداو يخرجوا عطال، ويزعموا شويه كانت عنده اللغه، يحاول يناقش مع الدريه اسمه، راه كيجيو على الجوج اغلبيتهم. باختصار، عمر تلقى مع هذيك السيده وعجبها،
وعجباتو، وبدا كيدير معاه يعني تصرفات يعني اللي هي احترام، كيحترمها وهذه وهذه وهذه، وهذا هو اهم حاجه في الاجنبيات، كيبغي الراجل يحترمهم. كان المراه عربيه هي كتبغي الراجل يحترمها، ولكن التصرفات مع الاجنبيه تصعب شويه. مع الاحترام خصو يكون يعني في البدايه، ويكون واحد الاحترام وداك الشيء. ما كنهضروش على الانتيميتي، ما كنهضروش على الانتيميتي. الانتيميتي شي حاجه يعني ملي كتكون كتحب المراه وتحب الراجل، راه تيكون داك الانتيميتي، كتكون واحد الصراحه ديال الديزاير، يعني عجبتيني، يعني ما كرهش نعنقك، ما كرهش هذه هذه هذه، ما نطولش لان كاين دري صغار هنا. اسمو هذه ملي كتكون الانتيميتي، كنهضر قبل الانتيميتي، قبل الانتيميتي تيكون واحد الاحترام، تيكون واحد الغشاء، واحد الغلاف. هذاك الغلاف عمر انستنكتيفمون يعني من الطبع ديالو مع التصرفات مع التوريزم تعلم، عرف شنو هما الحدود، شنو هما كاينين لي باريير. الحدود ملي كتلاقى مع واحد البنت في البدايه تيكون حدود، هذوك الحدود ملي تيبدا واحد الحب واسمه كيبدا يتهرس حيط بحيط، بحال تيكون حيوط، كتهرس الحيط الاول، الحيط الثاني، الحيط الثالث. عمر كان عنده هذا المبدا هذا عادي، ف اضطر باش عرض هذه البنت هذه، عرض عليها للدار. وكان هذاك النهار، ذاك النهار اللي تلقاها قال لي راكي معروضه غدا. هذه تعجبهم هادشي، الاوروبيين والغربيين تعجبهم هادشي، تعجبهم هادشي النظام. رانا عارض عليك غدا، لقيتها في الفلانيه، نتلاقاو هنا في جامع الفلا باش نديك عندي للدار، تشوفي الوالد، ما عنديش الوالده، وتشوفي الدار وتشوفي المحل وهذه وهذه، وتعرفيني مزيان. هنا بدات كيقرب، هو كيتقرب لها، وهي ملي وافقات راه بدات كتقرب له. وفعلا داك الشيء اللي دار الغد ليه، جا لقاها واقفه كتسدنا، وجا تقريبا جا الوقت، جا في وقت واحد، وهذا مزيان، هذه نتيجه مزيانه. دونك داها للدار معاه، دخل كان الوالد تما، لقى الطابله موجوده ومفرشه، عمر مصاوب لك كل شيء، مصاوب لك الكسكسو، مصاوب لك ان شاء الله لي سالاد، مدبر على الحوت، جايب ديسير، جايب مسيرين مصاوبو مزيان، كلا وشربوا وضحكوا، وتعاود ليها على الحياة الوضعية. المهم كي سوشيال كيعجبهم هادشي ديال السوشيال، سوشيالايز، سوشيال مع اسمو، واقتنعات وعرفت المكان وعرفت المحل ديالو هنا، اطمأنت. وهو تا هو داكشي اللي بغا، بغا باش تثق فيه، باش تعرفوا شكون هو. من طبيعة الحال من بعد بداو كيخرجوا، من بعد هي بقات لها شي مده قليله في العطله، بداو كيخرجوا كدار البحر وهذه وهذه، ولا الغرام شي شويه، ولا داكشي كيعشقوا بعضياتهم وداكشي. باختصار بقات هذيك المده اللي بقات لها 5 ايام ولا هي 6 ايام، قادتها قبل ما تمشي، خلات له لادريس، خلات له كل شيء، تليفون كل شيء، هو عطاها التليفون ديالو ديال اسمه، بقاو على اتصال. جات هي بحالتها هنا، بقاو على اتصال، بقاو اتصال. قلت لكم عمر في السن ديالو ما بين 20 و 21، السيده كانت فايته بعامين، بعامين باش كان فايته. دونك نديرو عمر عنده 21، هي عندها 23، ده هو الفرق اللي كاين. المهم بقاو كيهضروا ديما في التليفون، الوقت اللي كتعيط عليه او الوقت اللي كتعيط عليه كتلقاه واجد. الوقت اللي تيقول لي انا عيطي ليا في الساعه الفلانيه على حسب المغرب، ديما كتاكد هي ملي كتعيط مثلا عند الجوج والمغرب، بين الامريكان، بين النواحي ديال نيويورك والمغرب، 6 السوايع، 6+2 هي 8، تتكون 8 عندكم في المغرب. وعمر ديما كان في التوقيت، ديما كان بوكتيال، وهي بحال كتمتحن. وهي علاش كتمتحن؟ لان خصها شي واحد اللي في الحياه ديالها، لان باغا المعقول، وباغا شي واحد اللي غتاكد عليه، اللي غتكى عليه وتاكد عليه وتثق فيه. هذا هو المهم، هذه حاجه مهم، هذه الحاجه الاولى قبل الحب، هذه الحاجه الاولى. المراه هنا، المراه الغربيه، هذه هي الحاجه الاولى اللي كدير قبل ما تحل عينيها وتمشي بعيد معاك. باختصار عجبها بزاف عمر، كان ديما بوكتير، كان ديما في التوقيت، ديما كيقاولها، ديما كيقول لها اسمو الكلمه، واسمو كيعطيها الكلمه، كيوعدها وداكشي. ولكن عمر كانت عنده واحد الباثولوجي، كانت عنده واحد الباثولوجي اللي مخليها هو الرسول، السكري ديالو هو. هو كان عنده واحد السكري، من جملة السكري غنقول لكم الأوصاف ديالو. هذا عمر هذا ما كانش كبير بزاف، طويل بزاف، ما كانش قصير، كان دري نحيف رقيق، ماشي دري غليظ كوستو، رقيق، وكان سوبتيل، وكان ذكي، كان دري ذكي في السريع، سريع في الذكاء، وسريع في 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 ملي كيهضر وداك الشيء. وكانت عنده الإنجليزية مزيانة. هو كان فيه واحد الطبع
كان كيجيب توريست وكيدير واحد خيله واحد خيله، كيدير لي ساندويتش داك الشيء كيديهم تما وكيدوبل عليهم الاخر، داك اللي كيصاوب ساندويتش ديما كيدوبل الثمن في الساندويتش، باش عمار ديما كياخد ديك 6 دراهم ولا 5 دراهم، والاخر كيدي ديك 7 دراهم. هذه كانت فيها طبيعه، وهذه حاجه نقولوا نعذروه، هذا بزنس، هذه مساله بزنس، ماشي نقولوا عيب، ماشي عيب، نقولوا كيدي ميل ديال راسه، كان فيه الطبع وكيتعامل مع داك الساندويتش، وداك الساندويتش كان عزيز عليه عمر، كان تيقول لي الا خصك شي حاجه ولا ما كاينش فلوس جي كل ساندويتش تا يكون عندك خلص ما عندكش الدنيا يعني، هذه كانت كيتعامل معاه ديما مسيني، هو كيتعامل مع عمر، وعمر كيعرف اش كيدير، كيعرف اش كيدير، الحاجه اللي اهم حاجه كيحافظ عليها، كيحافظ عليها الحاجه اللي عنده مهمه كيحافظ عليها باختصار، هذا حاجه من الطبع ديال عمر. واحد الوقت المراه عيطات لي، واحد الخطره عيطات لي قالت له وجد الوراق، انا راه مشيت للسيرفيس ديال الايميغراسيون هنا في نيويورك، رانا وجدت لك الوراق داك الشيء، رانا بغيت باش اسمو نهود عندك باش نضربوا القاعات نتزوجوا وتجمع حتى الورق ديالك وتدفع من القنصلة عندك في البحرين وتدفعوا، نمشي انا وياك ندفع الورق اسمو، وهي هذيك باش ان شاء الله انا نهود تجي عندي للدار. فراح عمر ملي سمع هذاك الخبر وداك الشيء، مشى كيوجد الوراق وداك الشيء، وجد الوراق اللي هما الاولين هما الفيزيتا ميديكال فيش بروميتريك يعني على الوسخ، وجد يعني الحوايج اللي هما الاولين قبل القاعد ديال الزواج، لان خصها تعود عاد دير تضرب مع الزواج وداك الشيء. فعلا قلت له من هنا انا شهر ولا شهرين غنكون عندك، وجدتي الورق انا غادي نهود عندك، انا وجدت شي ورق وجدتهم معايا، هودات اللي عنده فعلا تزوجوا، دا ما داروش العرس، داروا اي واحد زواج يعني عدلي وبالعقد وداك الشيء وبشهود، وتراجعوا وداروا واحد الفرح صغير في الدار، ما يعني قال لي مسكين خدام مسكينه وتهنت المدينه. باختصار مشاو صافي جمعوا الورق ديالو، داروا القاعد داروا ترجموه بالانجليزيه، مشاو بعد الترجمه مشاو للقنصليه باش تعطيهم لا ليست ديال الموثقين، لان امريكا القنصليه كتعطيك ما تمشيش اي بلاصه تترجم، كتعطيك هما فين غتمشي عند الترجم اللي هما معترفين به. فعلا داك الشيء مشاو ترجموا داك الشيء، صوبوا الورق، صوبوا الدوسي، دفعوه وما يدفعوه، دفعوه بقات الانترفيو، الانترفيو ما كيعطيكش الانترفيو تما، الانترفيو حتى من بعد تبغي تمشي تي بغي يوافقوا لك على الفيزا عاد كيديروا الانترفيو. مشات هي في حالتها ودعات مع عمر، مشات في حالتها رجعت للميريكان، بقى عمر كيتسنى في الامور ديالو الورق، لان القنصله كتجمع الملف وكل شيء كتصيفطو للميريكان، كيجي هنا السيرفيس ديميغراسيون، هنا السيرفيس ديميغراسيون تيحلوا هذاك الدوسي كيشوفوا واش خاصها شي ورقه ولا شي حاجه، ولا خاصها شي سيناتور ولا كاين شي حاجه ولا شي حاجه، ولا كاينه شي اضافه كيزيدوا ماشي اضافه، ومن الاضافه اللي كيعطيو هما كيعطيو النمره ديال السوشيال سيكوريتي، النمره ديال لاكي سوسيال هي اللي كيعطيوك، هي ديال الجرين كارد هي اللي غادي تجي بها. فعلا ليميغراسيون اتصلوا بالقنصله قال له الدوسي كامل، راه من هنا 6 شهور غادي نصيفطوا لكم الدوسي، وديك الساعه غادي يوصل الدوسي، ديك الساعه هما غيتصلوا بعمر بالتليفون لان ضروري تخلي التليفون. داكشي اللي كان من بعد شهور، من بعد شهور كانت اتصالات ما بينه وبين المراه ديالو، وكانت الهضره وكان الضحك وكان البسط وكان اسمه وكان هادي وكان كليبات زوينين وكان هادي وهادي وهادي الى اخره. تكملت ديك 6 شهور، عيطوا عليه القنصله، عيطوا عليه قالوا الدوسي ديالك كاين، جا داروا ليه الانترفيو، الانترفيو شنو فين تلاقيتيها المراه، كي تلاقيتيها ورينا الحجوج، قلنا فين بلاصه، هذا كيدير شويه ديال لونكيت ديال البحث، وافقوا لي على الفيزا، قالوا لي خاصك تخلص الفيزا، ديك الساعه كانت الفيزا الثمن ديالها شي 40 50 الف ريال. عمر تفاجئ لانه ما كانش عارف راسو خصو الفيزا، قال لي مودي غدا غادي نعاود نرجع برا، ما عنديش دابا الفلوس اسمو. فعلا رجع، عيطات له المره في العشيه قالت له المدرسه في الامور ساليت اسمو، قال لي ودي راه بقات لي هذيك ديال الفيزا، بقات لي ديال الفيزا وما عنديش الفلوس باش نخلص الفيزا وداك الشيء، وانا غادي نمشي نشوف دبر الا لقيت. قلت له خاصك دير هادشي دغيا، ما غاديش تبقى الدور على هادو. قالت له شحال خاص، قال لها ودي راه شي 50 الف ريال اسمو، صيفطات لي الفلوس، صيفطات له كثر، قلت له انت ها الفلوس زايده باش تصرفها اسمو، خلص الفيزا ديالك وداك الشيء وصافي وفضينا ورد عليا باش ما كاين. فعلا الغد اللي مشات يرى الفلوس، مشى للقنصله خلص الفيزا، صوبوا لي الدوسي وما يسولوه، قالوا لي امتى بغيتي تمشي، امتى تكون واجد، انت تكون واجب باش نديرو فيزا على حسب داك الشهر وعلى حسب. قال لي مودي انا غادي نكون واجب في المو ديال الماي، الاخر ديال الماي. فعلا ديك الساعه كان وقت الربيع،
ما يبقى بقاش لي بعيد، قتلو شهر ما بين مارس وابريل، قتلو شي شهر وشي حاجه شي 10 ايام فعلا. صوبوا ليه الفيزا على حساب هذاك التوقيت باش يمشي يبريباري راسو باش يشري الورقه ديال الطياره. عمر ما بغاش يقول للمراه بانني راه ما عنديش البي ديال الطياره وما عنديش فلوس، لان يلاه سيطات ليه الفلوس اسمه باش يعيق عليها باش يبين لها بانك كيبروفيتي داك الشيء. وقال لها ودي عيط لها التليفون قال لها الامور راه كل شيء واجد، كل شيء واجد، كل شيء بصاوب. قالت له البي ديال الطياره، قال لها واجد، كذب عليها، قال لها واجد وكذب. المهم عمر لانه دابا خدا مسؤوليه وقال لها راه واجد البي، راه واجد اسمه، خدا مسؤوليه ديالو. بقات قربات ليه ديك لابيريود ديال المواد مي، خاصو البي ديال الطياره، خاصو البي ديال الطياره. ولا كيفكر عمر، كيفكر كي غادي يدير؟ ماشي يخسر كلمه، هو عطاه وعد، وعد المراه وعدها، وغادي غادي يعاود يعيط لها يقول لها راه ما عنديش التيكيت. يلا فهمت، يلا قلتي لها، قلتي لها شحال هذه، قلتي لها التيكيت واجده. عمر ولا كيفكر، عمر بغى يخون، بغى يسرق، بغى يجريسي، بغى يحماق. شافت عيط، مشى عندك، مشى قال بعدها مشي شوف على الله وشوف هذيك خينا اللي كيبان لي صاوب. مشى عند هذاك صاحبه محمد، اسمه محمد، كيدير ست سندويشات واعرين ومشي لي الحركه وداك الشيء. قال لي محمد، قال لي اخويا انا ما عمري طلبتك على شي حاجه. قال لي دابا جاي مسيف عليا محمد فيه التقشاب، جاي مسيف عليا، شنو شنو انا ما عمري طلبتك، شنو اخويا غاطلب لي الحانوت ولا شنو؟ كنحك معاه واش متيقشمو ديما كنقشمو مع بعضيات. قال لي لا خويا محمد، لا بزاف عليا الحانوت، باش نتسلف من عندك الحانوت بزاف عليا. قال لي وما لقيتش على الحانوت. قال لي شنو واش بغيتي دابا؟ قال لي انت اخو راه ماشي غادي. شوف انا راه تيقول لك الناس كذاب، انا كذاب ايه كان كذب، ولكن اختار ما كان كذبش، اختار راه كان نقول لك المعقول. راه انا عرفتي راه بغيت نقول لك اصاحبي راه عندي خصني واحد الجهد واحد القوه، لان الناس كيعرفوني كنكذب. دابا انا جيت نقول لك انا اسمو غادي تقول لي كتكذب، لان عرفوني الناس كنكذب وانا تنكذب، ولكن هذه اللحظه ما تنكذبش. قال له عاقول عطلق، ويجبد ليه. قال له بلاتي عمر، ويجبد ديك الشكاره ويجبد ليه الدوسي. قال لي شتي هذا الدوسي؟ قال لي راه محمد، قال لي راه هو محمد شد الدوسي ومشمع، الدوسي مشمع، هذاك الدوسي حلو حتى واحد، منو يحلو؟ ما حلو حتى واحد، راه الا حليتي هذاك الدوسي راه تمشي للحبس. ويقول لي، قال لي واش تقدر تجيب لي الدوسي؟ قال لي مشمع، شنو القوه اللي عندك هذوك؟ قال لي اخويا محمد، اخويا محمد، اخويا ما تحلش هذاك الدوسي، الله يرحم باك، راه مشمع، راه من القوس هنا غادي يمشي للميغراسيون في البحر. قال له شنو كيفاش يمشي للميغراسيون؟ قال له على ما فرسك. قال له قول ولا راه غادي للميريكان. قال له انا صافي هذيك خيتي اللي كنتي تلاقيتي عاودتي لي ودي اسمه. قال لي اخويا راه تزوجنا وداك الشيء. قلت له، قال له دابا كتجيني على غرضك. قال له تزوجتي اسمه ما عرفتي عليا ما والو. قال له والله يا اخويا محمد ما درت شي عس، والله ما درت شي عس اخويا، كنحلفك والله ما درت شي عس، هذاك الشيء على حدو قدو، راه كان على الوالد وانا فهمتي والسيده، راه حتى الخواد اللي برا راه ما كلينا عرفنا شنو كاين، هذاك اللي في العسكر ما ساكش خبر. المهم قال له شنو دابا شنو؟ قال له خصني اخويا فلوس الطياره. قال لي نوصل تما. قال له دابا فلوس الطياره توصل تما شنو؟ تكذب عليا تا عارف الناس كذاب وكتكذب، اقسم لك بالله وهذه وهذا الخير اللي درتي فيها. والاخر محمد عرف بان، عارفه بان غادي يمشي للميريكان، وحيت غادي يمشي للميريكان غادي يحتاجه، غادي يدبر عليه مره مره يقول لي جيب لي هذه جيب لي هذه، عارف. طب محمد ذكي، قال لي شنو خصك اخويا؟ فلوس ديال البي، شحال الفلوس ديال البي؟ قال لي شوف، قال لي شوف دخل انت، دخل انت قال لي شوف انت قطع لي هاي بي، انا ما ناخذش فلوس. قال قطع لي البي. هو يبقى يفكر محمد، قال لي عرفت شنو دير؟ انا باش غادي نكذبش عليك، انا مازال ما تيقش فيه، عطيني الباسبور رد غن نعطيك الباسبور بي، انا عيط لك نعطيك فيه بي. فعلا داكشي اللي دار محمد، خدا الباسبور غد ليه مشى لاجونس. محمد كان سيد مزيان انا كي بقى المعقول، مشى دخل الباسبور قطع عليه البي، قال لي باش ما نعطيك الفلوس وتمشي تضربهم ولا شي حاجه ولا تكذب عليا، ها البي ياك، ها البي. قال لي ها البي صافي، ها الهضره قال لي ديال الفيزا اللي عندي، ها كل شيء، الامور كل شيء بجد صافي. قال لي اخويا راه انا وصلنا لك الامانه ديالك راك عزيز. المهم داس الامور، وصل الوقت ديال الطياره، وصل ديال الوقت ديال السفر، جا نيويورك ايربورت كينيدي،
ديال نيويورك. ريمبر عقلوا بان المراه ما ساكناش في منهاتن، ساكنه في كويز، ساكنه في كوينز. فعلا المراه جات كتسنى تما، جا دخل ملي دخلوا للديوانه، دخلوا الديوانه كيمشيو دابا اصحاب الدوسي، هادو الدوسي ديال الاوراق، ما كيمشيوش للديوانه، كيمشيو ليميغراسيون، كاين ليميغراسيون في المطار، كدفع عليهم هذاك الدوسي، دفع عليهم هذاك الدوسي، سناو عطاوه ريفيرونس ديال الدوسي، عطاوه الرقم ديال الدوسي، عطاوه الرقم ديال السوشيال سيكيورتي، قال لي هذا الرقم ما تعطيه لحتى واحد، هذا الرقم يبقى عندك سكري، تعطيه لحتى واحد. فعلا خرج هو على البطل، قابلته كتسنى عنقها، شدوا الطاكسي، هودوا الكويز، مشاو للدار، دخل فرحان، فرحانه به، فرحوا واسمو، شاف الدار عجبته، الدار كبيره عندهم تسعه ومنوره واسمو كذا الى اخره. المهم عاش مع مراته، عقلوا بان عمر حيدر، عمر حيدر راه كيتقن الانجليزيه، راه ماشي مشكل عنده، ما غاديش يبقى باك عام ولا عامين يقرا الانجليزيه، يبقى يقلب على خدمه، راه دوز غير يومين ولا ثلاث ايام ديال الراحه، ملي ارتاح مشى يقلب على خدمه. فعلا مشى لقى واحد الخدمه، كيبريكولي شي خدمه، كيخدم شي حوانت مع اليمنيين، مع هذا مع هذا مع هذا، كيخدم، ما عجبتوش شي خدمه، ولكن اضطر باش يبين للمراه بانه ما يتكلش عليها، وخصو يجمع الفلوس باش يخلص البي ديال الطياره ديال محمد اللي في مراكش، اللي كيبيع الساندويتشات. داس مدة، عامين، ما عمرو عيط لمحمد، ما عمرو اتصل بمحمد، لانه كيتسنى هو ما يتصل بيه تيجمع عليه فلوسه، راه عطاها، راه هذيك البيره وصلت القيمه ديالها مليون ديال السنتيم، واش خصو يجمع مليون؟ يلا كيبريكولي مع اليمنيين، وكيخلصوا هذوك اليمنيين اللي كيعطيو ديك 20 دولار، 25 دولار، 30 دولار في النهار، ما كتقدوش حتى في الصيف اسمه، ما كتقدوش. المهم عمر تطور، ولا كيعرف نيويورك، ولا كيخوي كويز، ما كيعرفش كويز، هو كويز على ساكلي في مراته، هو كيجي لمنهاتن، تعمر منهاتن، وهادي بدا كيتدخل، بدا كيتلاقى مع هادي، كياخذ المعلومات من هنا ومن هنا ومن هنا، حتى عرف المسائل فين يخش، وتخلى على داكشي ديال اليمن، الحوانت وداكشي، تخلى عليهم، ولات عنده واحد البيكالا بشكلات، كيجي بها من الكويز وكيرجع بها الكويز. قالت له مراته لا دابا شريتي بشكلات، شد على التران، قال لي لا راه كندير ماساجر. الماساجر شنو هو؟ الماساجر هو اللي كيصيفط، عنده واحد باليزا ولا عنده شي ساك، كيخدم مع واحد لاجونس، كاينين لي زاجونس، وكدير مساجر، كيكونوا سبعه ثمانيه الدراري، ثمانيه ديال الناس، اربعه ولا خمسه ولا 10 ولا 12 20 مساجر، اللي جا الاول هو اللي كياخذ الخدمه الاولى. هذوك المساجر داك البيرو زوينه الخدمه هذه خصو دار في المغرب. انا كنعاود لكم القصه واستافدوا انتوما، خذوا منها شي حاجه، فهمتي؟ ما تدوش القصه غير هكذا حكايه، خذوا، بغيتكم انا تستافدوا، بروفيتيو فيها. هاد العمليه ديال المساجر كدير اداره، كدير بيرو، الا عندك دار، عندك كراج صغير، واخا يكون في شي قنت بخشي مزيان، ما يكونش في شارع اسمه مزيان، كدير بيرو، كدير كمبيوتر واسمه، وكتبدا تتصل بحال مثلا في الرباط، في الدار البيضاء، في اسمه، وفي قنيطره، في اسمه، كتصل بدوك لي زاجونس اللي عندهم داكشي ديال الفيديسير، ولا عندهم داكشي ديال البيروات ديال البراوات، حيت اكثريه الشركات ما كيبغيوش يمشيو للبوسطه، كيبغيو يعطيو الكورتي. حنا في الدار البيضاء مثلا كيسميو كورتي، كيانجاجيو كورتي، كيخدم معاهم شهريا، كيعطيو البراوات، كيديهم هو للشركه فيما بغاو، ما كيمشيوش للبوسطه، ما كيسيفطوش على البوسطه، كوليات، كلشي، هو تيخدم هادشي في المساجر، كيخدم هادشي هنا. المهم بقى خدام، تفيق الصباح بكري، تفيق الصباح بكري باش يمشي يدير الخدمه، راه كتفيق خصك تكون سته في البيرو تما جالس، جيت هو الاول ولا الثاني، ديما تشد الخدمه الاولى والثانيه. المهم فيها السواع وفيها الكيلومتراج وفيها المساحه وداكشي، بقى خدام 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 ديما، ولكن دابا ملي ولا كيدور شي شويه الفلوس، بحرك شويه الفلوس، يلاه ولا كيقاد، يلاه كيعاون المرا في الكرا والسير والمسائل، وكيشري الحويجات وهذه وهذه وهذه، يدوز عليها عام، تقريبا عام داس عليها عام، وهي المرا تحمل، حملات ليه المرا، فراح، قالت له رانا حامله، فراح، فرحات هي، مشاو عند الطبيب، مشاو للسبيطار، والطبيب قال لهم، جا عند، هو بقى دخلت على الطبيب كيف حصها، وبقى على برا اسمه، وواحد شويه مشى الطبيب قال لي اجي، قال لي عندي لك واحد الخبر زوين، قال لي شنو؟
قال لي عندك جوج توام، جوج توام، جوج دراري توام صحيين بخير وعلى خير. وبقات المراه بقات لها غير مده قليله باش تولد، لان كتبعها هي عند الطبيب. ايوا هو فرح فرح وكيعنق مراته ومشي، والوقت اللي يجي عندها للدار يدخل هي حامله اسمه تيطيب ليها ما تيخليهاش تمشي للكوزينه باش حافظ على دوك الدراري، خاف على دوك الدراري داك الشيء كي اسمه. وبدا كي وكيجيب ليها في الكادوات، كيشري ليها غورميطات ديال الدبس، ناس الحلاقه الدبج، كيشري ليها كيشري ليها كيشري ليها. وهما نسيت ما قلتش لك واحد الكلمه، ملي كتزوج مع المراه وكتجي للامريكان، اما كدير كونت ديال البنكه ولا كتفقوا ديروا كونت واحد. هما كانوا داروا كونت واحد في البنكه، وتيقول لها راه كنشيط الفلوس، وراه الفلوس راه كندوزو من الكونت ديالنا حنا راه بجوج. وعلاش كيديروا هذه القضيه دابا، وبالاخص ملي ولا عنده التوان كيبريباريو الكوليج للمستقبل ديال الدراري. هنا كيفاش كتوقع، كيفاش كتمشي الامور؟ هنا ملي الدراري كيتزادوا عندك، ملي كيتزادوا صغار وانت كتجمع الفلوس، كتجمع الفلوس كدير واحد الكونت ديال البنكه باش تخلص لهم كوليج. ملي كيوصلوا لديك 18 عام 17 عام الكوليج كتخلصوا هنا في الميريكان، ماشي فابور القرايه فابور، ولكن ملي كتوصل للكوليج شكل اخر، ملي كتوصل للكوليج شكل اخر. يعني نقولوا بحال الابتدائي فابور، وملي كتوصل للثانوي، لان الكوليج فيه كل شيء، فيه الكانتين، فيه لاكانتين، فيه الماكله، فيه النعاس، فيه كل شيء. الدراري كيمشيو للكوليج، فهنا بداو كيجمعوا الفلوس. هي ديما كدير فيه الثقه، كتعطيه الفلوس كيمشي هو تيمشي يحطهم في الكونت، كيجمعوا كيجمعوا كيجمعوا. واحد الوقت محمد هذا عمر حيدر ما بقاش كيجي في الوقت ديالو هي هذيك، ولا كينعس قليل، ولا كيجي ديك الجوج ديال الصباح، يلا كينعس ساعتين وثلاثه السوايع كيفطر وسمو، ما كيعمرش مع المراه ديالو. والدراري كاينين، الدراري ديك الساعه ولاو عندهم انه 4 سنين 5 سنين فهمتي، ولاو كيعرفوا باهم وعزيز عليهم باهم، وديما كيجيب لهم شكوليتا، ديما كيجيب لهم كساوي، ديما هذه وهذه، عزيز عليهم ويعنقهم ويعاود لهم قصص وهذه، ويضحك معاهم ويتفلى معاهم وهذه، تيموتوا عليه الدراري. ولكن واحد الوقت قالت لي شوف، قالت لي الدراري ما كنبقاوش يشوفوك، انا ما بقيتش كنشوفك، شنو هذا شنو هذا؟ قال لي انا راه دابا خدمت، دابا راه كندير مساجر، وملي كنسالي الوقت ديال المساجر كنخدم مع واحد الشركه. وقالت له عطيني التليفون ديال ديك الشركه باش ما نبقاش انا مشوش عليك. فعلا قال لي غدا نعطيك، غدا غدا خليني خارج راه مزرعه ما بقاش عندي الوقت. مشى فين مشى؟ مشى عند واحد اليماني كيعرفوه اللي كان كيتعامل معاه. قال له كاين وكاين وكاين اخويا، عتقني راه المراه هذه تعركني، عطيني اخويا النمره، الا عيطات تقول لها هي راه انا في الشركه، راه انا الشاف ديالو كذا كذا، صوب لي الامور باش تهنيني واسمو. فعلا غد لي وعطى النمره، قال لها هات تشوشتي ولا شي حاجه ولا تعطلت عليك ولا شي حاجه تقدري تعيطي، ها الشاف ديالي راه غادي يهضر معاك وداك الشيء، يقول لك شنو كاين داك الشيء اللي كان. عمر مشى كيغبر ثاني عاود، قلت لكم انا عمر كانت عنده واحد الباثولوجي، واحد المالادي ديال اللي خليها هو راسه، حتى واحد ما عارفها. فعلا دات صبرات واحد شويه، قالت انا دابا عطاني النمره ما نعيق عليه ولا شي حاجه، خليه كيخدم مسكين وكيجمع كيضرب تماره وداك الشيء. انا واحد الوقت ولا كيجي كيبغي ينعس، ما كيديش الناس، ولا مقلق، ولا شويه عنيف مع الهضره، تيخسر الهضره، ولا كي الدراري شي شويه كي ما كيبغيش يقرب ليهم. يعني الحاله النفسانيه ديالو تغيرات، الحاله النفسانيه ديالو تغيرات. وما تنساوش بدا المراه راه كتعرف الراجل، راه كتعرف الراجل من الى غتبسم كتعرف شنو كاين، الى حرك عينيه كتعرف المراه كتحفظ الراجل. وهذا الشيء اثر عليها، وهذا الشيء عرفته، وقالت كاين شي مشكل. واحد الخطره ما دخلش بالليل، ما دخلش في هذاك الوقت اللي كيدخل فيه جوج ديال الصباح، ما دخلش، ما داهاش الناس، يا تهز التليفون يا تقلب هذيك النمره يا تعيط. ويجاوبها هذاك خينا هذاك اليماني، جاوبها، وهذاك اليماني كيتقول الانجليزيه، قال لي كتسولي على عمر، هي هنا كاينه خدامه مشغوله، غير خلينا يرتاح لانه خدم الليل كله، راه ناعس دابا، خلينا واحد ساعتين في المكان ناعس، وغادي فوق غادي يدير الخدمه، وراه غيدوز عندك الصباح. وقالت له اوكي، طمأنات اسمه، طمأنات شويه، طمأنات رجعت، وهي واحد الساعه ديال المكانه، وهي نسات شي حاجه بغات توصي على عمر باش يكون ملي يكون جاي يجيبها معاه في الطريق. عيطات كيز، شكون اللي كيز؟
كيز واحد خينا كيز تليفون ماشي ذاك اليماني، واحد اخر خلاه يماني تما وليز تليفون، قال لي على من كتسولي؟ قلت له انا كنسول على عمر، يلا اسمه عمر، شكون عمر؟ يلا هضرت مع واش انت فلان الشاف ديالو اسمه؟ قال لي لا 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 لا، هذا راه حانوت، هذا حانوت ديال اليماني، هذا حانوت ديال واحد السيد يماني. واش انتوما شركه اسمه خدام عندكم عمر؟ قال لا راه ما خدام حتى واحد، انا بغيت تسولي راه مول المحل غير مشى، مشى يصلي وراه غادي يرجع، غادي يرجع اسمه. قلت له واش هذا شركه ولا حانوت؟ قال لي اسمع، لا لا هذا حانوت ماشي شركه، ما كاين لا عمر ولا اسمه، ما كاين حتى مغربي هنا خدام، راه شاري حانوت فيه اليماني هو اللي خدام. واش الرقم التليفون هو هذا؟ الرقم فلان 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 فلان، اياه هو هذا. في طرف التليفون عرفت بان عمر تيكذب عليها. المهم بقات كتسنى، بقات كتسنى. الدراري السن ديالهم ديك الساعه وصلت 15 عام، الدراري كبروا وصلت 15 عام، هادشي فاش وقع وقعت الاحداث وداكشي، لان عيات هي ديما كتيق بيه عيبه كتسمو. يجي جا هذاك النهار جاب عطل، قالت لي شوف الدراري دابا ما كاينينش، خصنا نهضروا قبل الدراري ما يجيو من المدرسه، خصنا نهضروا. هاد المره اللي عطيتيني ديال من انا راه دخلت الكمبيوتر، قالت له راه دخلت الكمبيوتر وقلبت على هاد المره الادريس ديالها وسولت لانفورماسيون على اسمه، وراه عطاوني فين كاين هاد المحل هذا. وبالعباره انا غادي نقول لك، غادي نزيد نعاونك باش ما تكذبش عليا، هذا حانوت، محل حانوت، غاتسات قول لي شنو كاين. ويت صغير قال لي سمحي لي رانا كذبت عليك وهذه وهذه وهذه. قالت لي شوف قول لي ملي تزوجنا وانا مع اختك كنتشك فيك، ولكن ما كنبغيش ناكد حتى كنبغي نحصل على الحجوج حيه، ودابا هذه حجه حيه، قول لي شنو خور اللي كتكذب عليا، قول لي شنو خور. انا يمكن شاك عارفه بانك كتكذب عليا بشي حوايج. قال لي اودي اش غنقول لك انا، راه هذاك المحل راه ما اسمه، واش كدير ملي هذاك المحل ماشي ديال الخدمه وماشي ديال غير حانوت؟ قول لي شنو كدير. قال لي ما نكذب علي. قالت لي شوف قول لي الحقيقه، انا بغيت هاد الحياه العائليه، ما بغيتش نشتتها. الدراري كبروا دابا تقريبا داخلين 15 عام، وهاد الحياه هادي ما تليش يعني ماشي ديال تشتات. قول لي باش نعرف المشكل ديالك باش نعاونك، انا ما عندي الفكره ديالي باش نشردك ولا شي حاجه. قال لي ودي انا راه نقول لك بصراحه، قلت له قول لي. قال لي ودي راه انا ملي جيت راه ما عمرني خدمت. كيفاش ما عمرك خدمتي؟ كيفاش ما عمرك خدمتي؟ وهاد الفلوس منين كتجي؟ الفلوس منين كتجيبها؟ كتسرق؟ قال لي لا، قال لي كنقمر، انا في عندي بلي كنقمر. اوكي مزيان، بلي عندك ديال القمر، وهذه هي السكري اللي قلت لكم انا، وحده من السكري ديال عمر اللي كان مخبي عليها. انت عرفتي اش غادي دير؟ انا غادي ندير رونديفو مع الطبيب النفساني في السبيطار، وغنمشيو ونديرو نعالجو نفوسنا. انا ما تمرضنيش معاك في هذا الكذب، ما تدخلنيش معاك في هذا المرض هذا، وما غاديش ندخلوا الدراري ما يقدروش على هاد الحاله ديال الباثولوجي، هاد المرض هذا. قالت لي الا بغيتي نبقاو مجموعين ونبقاو جامعين الدراري، وعلى الاقل حتى يكبروا الدراري يوصلوا 20 عام، الدراري راه مازال فراجيل، راه مازال يتهرسوا ما بين 13 و 15، راه مازال فراجيل ويقدروا يعوجوا. قالت له بالانجليزي، كيهضروا بالانجليزي، قالت له يقدروا يعوجوا الا عرفوا ان هذه المشاكل، وعرفوا هذه المشاكل، وعرفوا كنت في هذه الحاله هذه، فهذه راه ما يبقاش يثقوا حتى بشي واحد، الا ما يثقوش في باهم راه ما يبقاش يثقوا فيا انا وفي اي واحد، وغادي يخسروا لهم المستقبل ديالهم. والدراري خصهم يتكونسوا تراهم، خصهم يعمروا لهم يوسف باش يتبعوا القرايه ديالهم. قال لي واخا، مشاو عند الطبيب النفساني. فعلا دارت رونديفو، مشاو عند الطبيب النفساني، حكات هي المشكل للطبيب، حكى لي هو المشكل ديالو. قال المرأة الطبيب، قال لي واش سمحي لي اخوتي عندي واحد الاسئله بغيت بيني وبينه نسولو. خرجت على برا، شدت الكرسي على برا، قال لي قول لي مش حال هذه وانت كتكذب. قال له سعادة الطبيب انا جيت على القبر، انا جينا على المشكل ديال القبر،
علاش على الكذب؟ قال لي انا في هذه المراحل اللي كندخل معك في الهضره واسمو، وشحال انت كتكذب عليا، انت راه عندك مرض يا صاحبي، انت راه قال لي مريض بالكذوب. قال له كتقول لي هضره وكتدور الهضره وكتدور الهضره، كتدوز 10 دقائق كتقول لي هضره اخرى، يعني كتناقض. قال لي يا ودي يا، قال له انا من المغرب، الطبيعه ديالنا حنا انا ما كذبناش ما نعيشوش. قال لي، قال له واخا، قال له اوكي كنفهم كنقدر الموقف. قال له غادي تقول لي الحقيقه، الا بغيتي نعاونك غتقول لي الحقيقه. قال لي هادشي راه كنحفظوه حنا، كنديروا ملف، كنديروا ملف، ولكن الدوسي هاد الملف تيبقى عند الطبيب، السكري ديال الطبيب ما كنعطيو حتى واحد، من الا ما عطيتيناش انت الان راه حتى واحد ما يعرفش. شي دابا هادشي اللي قلت لك انا على الكذوب، هاد لا مالادي دابا اللي خرجنا بعدا، اعترفتي مزيان، اللي اعترفتي راه البدايه ديال يعني ديال العلاج. قال له دابا انا راه خصني نقولها للمراه، ضروري خصني نقولها للمراه ديالك، راه انا ما يمكنش لي نخبي، الا كنخبي كنصدق كذب على مراتك، لانكم انتم بجوج كتجيو باش تعالجوا المشكل. قال له ما كاين حتى مشكل، راه كتعرفني يا، قلت له انا كنكذب وزن، ولكن ما كتعرفكش باش مريض بالكذوب، راه اللي كيكذب شكل واللي مريض بالكذوب شكل، راه كاين فرق. قال له ده الطبيب، قال له قال عمر، قال له واخا واخا سعد الطبيب، اللي درتها هي كاينه، انا باغي المعاونه، باغي المساعده. قال له واخا، قال له شنو اخر كذبتي على المراه؟ قول لي شنو اخر اللي ما كتعرفش المراه وكذبتي عليها؟ قال لي يا ودي داك الرزيق اللي في البنكه، وداك الذهيب اللي كنت كنشري لها شحال هذه، راه كله مشى، راه ما كاين والو، راه تنكذب عليها تنقول لها راه الفلوس، راه ما كاين، وراه ديت خرجت الفلوس كلها قمرت بها مشات. قال لي ودب، قال لي حتى هو بعت ومشى. قال لي ما عندكم والو، قال له ما عندكم، ما خليتوا حتى شي حاجه دابا للدراري ديال الكوليج، الكوليج باش يوصلوا 19 عام 18 عام يمشيوا للكوليج تخلصوا. قال لي ما كاين والو. قال لي انا مزاوق فيك ما تقولهاش للمراه. وقال لي واش انت، قال له واش انت اسمك تزاوق فيا ما تقولهاش للمراه، واش انت عندك العقل ولا ما عندك العقل؟ هادشي راه غيتفرقع، راه خير نقولها لها هنا باش نعالجوا المشكل، على ما هي تسيق خبر تصدم، راه يقدر يوقع لها ستروك، يقدر يوقع لها نزيف، يوقع لها شي حاجه، ما خصنيش نصدمها، انا غادي نحاول بها بشويه بشويه نفهم لها بان انت مريض، راك مريض، هذا مرض ماشي كديرها بالعاني. قال لي اتفق معاه، وعيط للمرأة دخلت، قال لها بريباري راسك، يعني تهيئي نفسانيا، غادي نقول لك واحد الخبر، هذا الراجل عمر، هذا الراجل عندك راه مريض بالكذب، راه عنده باثولوجي ديال الكذوب. هي كتفهم مزيان، كتفهم هاد المواضيع. قلت له كيفاش باش عرفتي؟ قال لها هو بالروح، وراه هو صرح لي بشي مسائل اللي انت مازال هو خازنها عليك. قلت له كيفاش الطبيب هذا خازنها عليا؟ مجوج هاد ماشي مرة أخرى. قال لي لا، قال لي لا ما مجوج، إنما عندكم شي فوند مجموعين، عندكم شي فلوس مجموعة كديروها في البنكة. يدي المرأة ما تقولش هي ادى الفلوس من الكونت. قال لها الطبيب مالوروزمون. قال لها ونزيدك حوايج اخرين. قلت له شنو؟ كان كيشري لك ذهب، وكيشري لك كورميطات وحلقات، وجاب لك شي دبالاج من المغرب، وهذه وهذه وهذه. قلت له بلا ما تقول لي، بلا ما تقول، بلا ما تزيد، بلا ما تزيد، بلا تزيد، بلا تزيد، هي تخرج. رجعت في حالتها، جات بغيت شدها الطاكسي، جات للدار تتقلب الذهب ما كاين لا، مشات الكونت البنك، البنكه ما كاين لا فلوس لا والو. هي تاخذ قرار انديسيزيون، خدات قرار انديسيزيون. جا هو من بعد خلت عليها قالت لي الفرق، الفرق ما عندي، ما عندي الكدوه، ما عندي، ما عندي الكدوه، الفلوس كلها هذيك، لا الذهب ولا الفلوس، كلها كانت في الحسابات ديالي. هكذا حنا كنتمشوا، حنا هكذا هما، هكذا هما العائلات هنا كيتمشوا، هادو كل داير لهم انا حساب، داير لهم حساب، داير لهم البلايص ديال الفلوس فين غتمشي، هذه فين غتمشي، هذه تمشي. ومن جمله الحساب الاكبر البيجي اللي داير انا، والعبار اللي داير انا على حسب دراع الكوليج، انا اهم حاجه عندي هو الكوليج، ما يهمنيش. ودابا خشي على الدراري، قلت له برا، بقى كيبكي ويزيد فيها، قلت له برا، قلت له اعطيني برا. قال لي كيفاش تلوحيني انا من الضال برا، حنا
احنا مازال ما عندي انا مازال الحق، الناس في الدار مازال اسبوع ما كاين، لا ديفورس لا والو. قلت لك برا، قلت لك برا، قلت هز التليفون عيطت للبوليس، ما يجيو البوليس. قال لي واش كاين؟ جاو جوج البوليس، واحد جرو تيعاود ليه شنو كاين، وواحد دخل عند المرأة كتعاود ليها اش كاين، بقات كتبكي كتعاود لي كتعاود لي. قال لي البوليس عرفت اش ديري، هو دابا الحال برد والثلج غادي يطيح، وغادي تخرجي في هذا البرد وفي هذا الثلج، يمكن هي مرض، يمكن توقع لي شي حاجة، صبري عليه شوية صبري عليه. قلت له ما صبرش عليه. قال لي غير صبري عليه، عطيه واحد اليومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام ولا شي حاجة، غير على ما يلقى شي بلاصة ما يلقى. قلت له والو ما صبرش عليه، 24 ساعة نعطيه. قال لي ولكن راه خاصك تدوزي على طريقتي، ما تقدريش غير راه تضحي، تقدري تضحي دابا يخرج، هو كبير يمشي لشي بلاصة ولا شي حاجة، ولكن راه مازال عنده الحق، مازال عنده الحق، راه ساكن معاك، راه عنده ولاد وانا ساكن معاك، ولا غادي تبقى تعصي الامور؟ الدراري غير يسيقوا الخبر، وانت كما قلتي لي ما بغيتيش الدراري يسيقوا الخبر، ما بغيتيش تعمري الراس ديال الدراري. قالت لي توت فاصل الدراري دابا راه قرب، راه كله 17 عام، راه يقدو يتيكت، دا يتيكت، يتيكت معناها يقدروا يهزوا الضربه، ماشي بحال كانوا 15 و14 عام، دابا راه عندهم 17 عام يهزوا الضربه. قلب حق صح. عمر كيبكي في الكولوار وكيهضر مع هذاك البوليسي، وقال لي دابا نشوفوا كيفاش نساعدوا اسمه، وهي خدات التقرير، خدات الديسيزيون. قلت لهم نعطيه 24 ساعه، ديك 24 ساعه مشاو البوليس، عطاتو 24 ساعه، دخل واحد اللي عطاتو بيت في الناس، رد ليه في الصباح نط مشات للمحكمه على الطلاق، ودار ديبوزيت، وديبوزيت بلان، دارت بلانت ديال السرقه وما قالتهاش ليه، دارت بلانت ديال السرقه. من الحظ، من الحظ جاو البوليس باش يديوه، جاو البوليس باش يديوه، لقاوه خرج، لقاوه خرج ومشى كيديه، ما بغاش كيفكر، بغاش يجي غير بالليل، يجي بالليل يجي يطلبها لعل وعسى يدخل الناس، ما لقاوش. هو يجي جا بالليل صونا، قلت له شكون؟ قال لي عمر حلت لي الباب. قلت له بلاتي بلاتي، رانا كناخذ حمام، كناخذ حمام وداك الشيء، بلاتي نلبس حوايجي باش نمشي نحل لك الباب وداك الشيء، بس بازي الباب باش تحل، هي كتاخذ الوقت. كنت هز التليفون، دخلت البيت الباب، عيطت للبوليس قالت لي ما هو رجع. فعلا وقفت الطوموبيل وقفت على عمر قدام باب كيترعد، حلك الباب وما يهزو، قال لي اجي اطلع راه غادي تسخن في الطوموبيل، عندك بلاصه فيها تسخن. دور المحكمه، دخلت السيلول كيتسنى القاضي لو جوج، كيدوزو كيعيطوا بسميات فلان بن فلان، اجي طان طان طان، شنو عندك انت؟ هود انت، شنو خرج انت الكفاله؟ وصلت النوبه ديال عمر، عيطوا لعمر اشنو عندك انت؟ القاضي كيحل الدوسي كيشوف، انت سارق وكذب على المراه دار وفعل وتارك، هود هود تدوس يومين 3 ايام يسقطوا المحكمه. فعلا دازت المحكمه، استدعوا البراء، قال له القاضي اول مره عمر حيدر حاضر، قال له شنو انت شنو قلتي وشنو كتعترف بان هادشي غلط اسمه؟ قال لي قبل ما القاضي، قبل ما قال له واش بغيتي محامي؟ نعطيك محامي دابا ولا شنو غادي؟ قال لي نحامي على راسي، هما باقا في ديك العياقه ديال مراكش. قال له واخا حامي على راسي. قال له تكلم. قال له انا مظلوم، انا كاع اللي سرق داكشي اللي سرق ديالي، الفلوس ديالي، الذهب ديالي. قال له في سرنا كيفاش هاد ديالك؟ قال له انت معاه في الكونت، انت معاه في الكونت ياك، مشارك معاه في الكونت، وما يمكنش تهز الفلوس بالخبر ديالها بدون الخبر ديالها، حنا ما عرفناش، حنا ما عندنا نقدروا نشوفوا لي فيرمون، فهمتي، نشوفوا لي فيرمون، ولكن واخا الفلوس ما دام مشارك معاه في الكونت تيولي الفلوس حتى هي ديالها، ملي كتشاف في الكونت كيولي ديالها، ما يمكنش دير واحد الفلوس من الكونت بدون الشوار ديالها، خاصك تشاورها ستوافق. والذهب، الذهب تقريبا شي هذا
10 المليون سنتيم، يعني 10000 دولار ولا 15000 دولار، فين هي؟ قال له سعادة القدير مشات. قال له فين مشات؟ تقول لي مشات فين مشات؟ قال له قمرت بها. قال له قمرتي بها، انت عندك مشكل، عندك مشكل، عندك مشكل ديال القمر، وعندك مشكل ديال يعني باش ديال الكذوب، كتخبي الحاجه وكتكذب، جوج المشاكل عندك. ودابا شنو شنو غادي ترد لها؟ هادشي غادي ترد لها فلوسها وداك الشيء. وعيط للمحامي ديال المراه وهضر مع القاضي، قال له ودي سولها واش الى ارد لها فلوسها داك الشيء واش تسمح ليه، تسمح ليه ولا راه غادي يتعاقب، غادي يدخل الحبس، ولا دخل الحبس ما كنظنش هي غادي ترجعوا للدار. المحامي هضر مع القاضي، تصد المحامي تصد القاضي ويمشي عندها وشوش ليها، وهي توشوش للمحامي قالت له ما غاديش تسمح لي وما بغيتوش يرجع عندي للدار، ما يبقاش عندي للدار. والقاضي خدا بعين الاعتبار على الدراري، ولكن الدراري كبروا شويه، ولكن ما بقى... القاضي خدا بعين الاعتبار، ما بغاش يشتت العائله وداك الشيء، وجا عنده المحامي ويقول له، قال القاضي قال له دير ما بغاش تسمح، وحكم عليه القاضي، حكم عليه بعام ديال الحبس والغرامه ورجع ليها فلوسها وحبس ديال عام ديال التنفيذ. فعلا داو عمر، داروا ليه الميلوت، داو خونا للحبس، عقلوا الدراري وصلوا 17 عام. راه عمر غادي يدوز 17، غادي يدوز العام اللي غادي يدوز، وغادي يبغي يستنفي فيه، وغادي يزيدوا 6 شهور. دونك الدراري غتولي عندهم 18 عام، وغتبقى 6 شهور وهو غادي يدوز في الحبس تما، والدراري خصهم يدخلوا الكوليج. وصلت هذاك الوقت ديال الكوليج، وصلت عندهم 18 عام، مع الام ما عندهاش الفلوس، دي ميردات باش تعيشوا، بس ما عندهاش فلوس. جمعاتهم وقالت لهم وليداتي نقول لكم الحقيقه شنو كاين، كاين ها كاين ولكن ها السبب ديال باكم، علاش يعني انا ما بغيتش نعاود لكم اللي كانت عندكم 14 15، ما بغيتش نعمر لكم ريوسكم، ودابا ملي وصلتوا لهذه السنه غنعاود لكم الحقيقه. وهي تفرغ عليهم كلشي، قالت لهم قادي ديال الفلوس ديال الكود البنكه، وكانت الفلوس كانت غتمشي للكوليج ليهم باش يخلص لهم الكوليج ديالهم باش يقراو، وهذه 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 وهذه. اقتنعوا الدراري، فهموا الوضعيه واقتنعوا، ولكن واخا هكذاك بقى فيهم الحال لانهم كيتفكروا بهم. بقات كتفكر، قالت لهم كاين حل واحد اللي كاين، وهو غادي دخلت الكمبيوتر، الكمبيوتر ولقات واحد لي زانونس كيدير واحد بيبليسيتي لارمي، انا في امريكا كيدير واحد بيبليسيتي، الدراري اللي بغا يمشيو للكوليج يجيو يتقيدوا في لارمي، كيمشيو للكوليج في لارمي، وكيتخرج في اي دومين بغا، بغا يكون انجينيور، بغا يكون طبيب، بغا يكون اللي بغا، يقدر يبغي اللي بغا، اي دومين عندهم في لارمي. وداك الشيء باش تسجلوا مشاو الدراري. هاد الدراري يا سيدنا مسمين جامد ومجيد، جامد ومجيد نفس السنه كيتشابهوا سبحان الله العظيم، دراري زوينين واحد الزين فيهم تبارك الله، ودراري ذكيه وصحاح داك الشيء، ودراري كوستو. مشاو تيقراو، مشاو تيقراو، واحد خرا تبع القانون، واحد تبع القانون، واحد تبع لابسيكولوجي بغى يدير طبيب نفساني. في هذاك الوقت اللي مشاو هما في هذاك الوقت بقى باهم عنده 6 شهور، اللي بقات ليه 6 شهور ديال السجن باش ينفذها، وكيصيفط ليه المحكمه، كتصيفط ليه الاوراق وكتقول له خصك تسني هنا على على هذاك العدد ديال الفلوس اللي كتصل للمراه، خصو يسني هنا، خصو يؤدي الواجب، الا ما غاديش يؤدي الواجب كيصيفطوه هنا، كيصيفطوه كل المعلومات في الحبس. وهو في السجن ملي كان في السجن بعدا كان في سيلون 4 متر ولا 3 متر، وكان كي يتقاضى 23 ساعه في السيلون، حتى دا 6 شهور وتعذب نفسانيا، تعذب قاسه، واحد القساوه نفسانيا، لان كانوا صحاح وكانوا كحل والبويض كيتضاربوا واسمه، كان خطر السجن، كانت تهديدات، وكان هو نحيف ورقيق، ما عمر ماشي شي واحد كوستو، هو ذكي ولكن ماشي شي واحد كوستو. من بعد هذيك العام الاول، اللي العام الاول في النص ديالو طلب داك الشاف ديال الحراس ديال الجولي باش يديه الكوزينه، ما قدرش يستحمل داك السجن 23 ساعه في هذاك البيت اللي 3 على 4 متر، 23 ساعه راه فيها النهار والليل،
انت في الحبس وانت في هذاك السيلول، خلينا من داكشي ديال العكاشه طيبوا القوامال وداكشي، خلينا من داكشي. هذا عمر كان غيتستا، والخوف والرعب والتهديدات والحباسه كيهدوك فهمتي، خصهم يدوزوا ليك يصابوطيك باش تصبر ليهم باش تدور معاهم، لانه هو كان حليف مسكين كان ضعيف ما كاينش اللي يحميه، ولكن اللي حمى راسه، الحمايه اللي حمى راسه هو كيدوز ديك 23 ساعه لداخل ما تيكونش على برا، ما يكون معرضش للخطر. لان واحد الوقت كان جا عنده المدير قال له واش نخليك من بعد الشهر ندوزك على برا، تعود تخرج على برا، تدوز الحبس على برا، يعني تشطب على برا وداك الشيء، ولكن هو خاف خاف، قال لي من بعد الشهور نبغي نخرج على برا، ولكن انا خايف انا بوحدي وضعيف وسمو هذوك صحاح مسكين عرفتي راه كيديروا شي حوايج بمنكر، واحد ضعيف وسمو. هو يقول لي المدير واخا من بعد الشهور، شوف من بعد الشهور انا غادي ندبر عليك، شنو كتعرف دير؟ قال له انا كنطيب. قال له شنو كطيب؟ قال له كنطيب داك الشيء ديال المغرب، انا من مغربي. قال له انا عرفتك مغربي، انا عندي الدوسي ديالك، وشنو كتعرف طيب؟ شنو كدير؟ واش كتعرف؟ انا عرفتي عزيز عليا المدير، قال لي عزيز عليا داك السكسو ديال المغرب، وعجيب داك الدجاج ديال الحامض بالسيترون والزيتون، واش كتعرف دير هادشي؟ قال له كنعرف ندير هادشي، قال له كنتقنو والله كنتقنو، قال له بالزعفره وداكشي. قال لي صافي، قال لي عرفتي اش غدير؟ انا غادي نسافر قبل ما تسالي 6 شهور، قبل ما تسالي 6 شهور انا غادي نسافر الكوزينه. فعلا داز واحد الاسبوع، هو عطي عيط للمدير، عيط للشيف ديال الجوليه، قال لي خرج عمر دخلوا الكوزينه يطيب. ولا عمر كيمشي يطيب، طيب لك السكسو، كيطيب لك الدجاج الحامض، كيطيب لك شي كيدير لي صار السالاد، كيدير لك شي فطور كيصوبو زوين. ولا المدير عجبوه، عجباتو ديك الماكله، هذوك الجولي ديك الكارديا تاعو هما تياكلوا، عجباتهم ديك الماكله، الحباسه ولات كتجيب الماكله، تقهروا ديك ماكدونالد، ما تلاو بغاو ماكدونالد ملي كلاو الدجاج ديال عمر، ما تلاو بغا ياكلوا الدجاج الحبس. على عمر راس بخير، كلشي كيهضر عمر عمر عمر، هز عمر حط عمر، هز عمر ما تعقروش عمر، اللي حضر على عمر اللي هضر معاهم، قال الحباسه ولا بغاو كيحاميو على عمر، تهلا في عمر، عمر كيتهلا فيهم. اوكي بعد خلات كيمشي كيدبر ضو جوج ديال لي راسيون، بعد خلات ولا تيغش في ديك دوك القوامل، تعاود كيدير الطرف ديال اللحم، كيدير جوج طرفه ديال اللحم فهمتي، كيعرف دوك القوامل فين غادي، حيت الحباسه في الكروسه هادشي كتعرف الكروسه فين غادا، اش من سيلول غادا، حيت عندهم القوامل عندهم الارقام، وتعرف كل رقم. واحد الكحل واحد شي كحل ما سمو تيقول لي عمر اه ما تنسانيش، اه دارك الدجاج، اه ما ديرش جوج فخوضه، ما ديرش فخوض واحد، اه عمر اه كوط عليك ديسير دوبل ديسير، وبدا كيغش عمر، بدا كيغش. واحد الخطره ويا ساق الاخبار، ساق الاخبار المدير، ساق الاخبار شاف هذوك خينات ناس هذو غلاضو ثاني، عاود شي واحد غلاضو شي واحد ضعافو، وعيط لعمر قال لي اجي اجي، قال اش كدير؟ قال له اش كدير؟ قال له شنو اش كدير؟ قال لي ملي كتصاوب داك الشيء كدير لا راسيون في دوك الكوامل وداك الشيء، كتدفع كتعطي الزايد شي وحدين، كتعطيهم الزايد شي وحدين، كتعطيهم الزايد، ما تقدرش دير هادشي، ما يمكنش دير هادشي. قال له يجيك مليح عرفتي، هودوا الكاشو، هودوا الكاشو عمر لاغطا، والكاشو جا لتحت في لاكاب والدص والسيبق والبوصلانه، وكاين واحد الناموسيه مبنيه غير بالبوصلانه بالبيتون، وما كاين لا سمو وما ما كاين لا شارجيم، وكاين واحد الثقبه كتدخل الريح، وهذيك الثقبه كتدخل الريح فيها واحد لا بومب، هي كتدخل الريح، ولكن الا حلوها كتحل ديك لا بومب كيدخل الريح، ولا سدوها كترجع للور ما كاين لا ريح لا والو، وما عندكش الشارجيم ما كيتمش. دوز واحد 4 ايام بغا يتقلب له، بغا يتسوطا عليه المخ ديالو، بغا يتسوطا. هو يجي يعطف عليه ذاك المدير، جا عنده قال له، قال له دابا عرفتي سير السيلو ديالك، سير السيلو ديالك، انا غادي ما غاديش تبقى تخدم في الكوزينه انا. وبقى كيبكي عمر وزاوك فيه اسمو، هو يبقى فيه هذاك، قال له ما تعاودش دير هذا القضيه، قال له يلا دخل. وبقات ليه رجعوا للكوزينه، لانه حتى المدير ما بغاش، بغى ديك الماكله تبقى ديما مروجه، والحباسه تا هما ولاو شويه ملي عمر كان في السيلول الماكله تبدلات، راه رجعت ديك الحريره ديال، الحريره ديال ما فيها لا زعتر ولا ولا لي زيبيس ولا والو، يعني قفرت عليهم في الماكله خيام، وبداو كيضربوا دوك الدفاف، بداو كيضربوا الدفاف، واش هادشي فينا هو عمر مع عمر فهمتي، يعني نط الروعه. هو رجعوا المدير، رجعوا رجعت الماكله، بقات لي شي، بقات لي شي هذا 6 شهور اللي بقات، 6 شهور اللي بقات، وي لا يا ربي بقات لي كان 6 شهور، بقات لي 4 شهور،
بقات لي 4 شهور ويخرج. وما يدخل واحد السجين خرج جديد، واحد السجين واحد الاخواني، اخواني عنده شي 54 عام، حتى هو نحيف ورقيق وعلى الصلاه والدين واسمه، وما يدخلوه دخلوه وما ي... دخلوه وما يدخلوه دخلوه حتى هما داروا لي سيلو اسمه. وعمر اللي كان كيجي يبغي يجي في الاخر، حيت دابا الجولي هما اللي كيسربيو، هما اللي كيسربيو في لي سيلول، هما اللي كيسربيو المعاكل لي جولي يعني لي غارديان. ولكن ملي كيجمع كيجمع الطاسات وداكشي، عمر هو اللي كيجمع الطاسات. دونك هو يدق على داك السيلول اللي اسمه ويلقى داك السيد، قال له الطاسات، قال له انا يلا دخلت باقي ما توصلت كاع بالعشاء. قال له ما تعشيتيش؟ قال له لا، حيت جابوني. قال لي معطل. قال لي اسمه، قال لي محمد، قال له انا عمر. قال له شحال دوز هنا؟ قال له 3 شهور. قال له انا بقات لي 4 شهور. المهم قال لي نهضروا من بعد، نهضروا من بعد. قال له انا غادي ندبر لك على شي ساندويتش ولا شي حاجه، غنقولها للشاف وداك الشيء. وفعلا مشى هضر مع الشاف، قال له ودي هذا السيد راه جا معطل، فهمتي، حنا سربينا العشاء وما عاد دخل، وراه ما عنده لا ماكله لا والو. قال له صاوب له شي ساندويتش. مشى دبر عليه، دار له شي ساندويتش، دار له شي حيمات كانوا اسمه، صاوب له داك الشيء مزيان وجابوا ليه عطاه ليه. وهذاك السيد فرح مسكين، حتى هو كان جيعان هذاك السيد. المهم هذاك عز عليه عمر. لو مره كيهضروا ملي كيتم جاي يجيب كيسربي دوك اللي جيو ليه الماكله وداك الشيء. وعمر الدور ديالو في الاخر كيجر دوك القزانات وداك الشيء ديال المعن اللي كيبقى لي سيلول، كيجرهم كيديهم في الكروسو كيديهم باش كيغسلهم. هذيك هي النهايه، كيجفف لا كويزين، كيغسل المعن وينشف كل شيء، ويحسب الماس ويحسب الفورشيطه ويحسب داك الشيء، كل شيء محسوب. وكيدير لا ليست، يعطيه للجوليه كيمشي للسيلول ديالو. عمر هو اخر واحد اللي كيتسدى عليه السيلول، وعجباتو هذيك الطريقه باش يدوز الحبس ديالو. واحد الوقت قال المدير، واش يمكن ليا هذا دخل معايا في السيلول، كنلقى بوحدي واسمه، واخا هكذاك، واش يمكن ليا تجيب هذاك السيد راجل كبير واسمه تجيبه معايا، راه راجل كبير وهادي، وراه من البلاد حتى هو، عندنا من المغرب واسمه. اوكي، قالوا ما كاين حتى مشكل، داروا لي مضربه فاسمو. قال لي مليت حدا محتاجين لسيلول نيت اخوه، دخلوا هذاك، جابوه لعند عمر، بقاو هي اللي كيتعاشروا كيهضروا كيعاود ليه. وعمر ويسولو، قال لي علاش انت محكم عليك 3 شهور؟ قال لي ودي ما خلصت واحد عامين، ما خلصت الطاكس، ما خلصت الضريبه. قال لي ما خلصش الضريبه. وقال لي حكموا عليكم 3 شهور. قال لي راه 3 شهور عطاو لي غير افيرتيسمون، غير افيرتيسمون، غير اسمه، مازال ما غاديش ياكدوا لي. انا قلت لهم مبرر، وقلت لهم انا ما عرفتش هاي وكذا وكذا وكذا. وقالوا انت علاش؟ قالوا هاك وقع لي مع المراه، ولادي كبروا، ولادي راه مشاو كيقراو في المدرسه ديال الارمي. حكى لي قال المأساة ديالو وداكشي. قال له شوف، قال لي انا عندي 3 شهور، انا غنخرج قبل منك 4 شهور، غتبقى لك شهر. قال لي ها المعلومات وها كل شيء، هاد المرأة هادي راه ما غاديش تردك، وانت راه عندك الزباب ديال الفلوس. قال لي فلوس كثيرة باش خصك ترد تعوض، وعندك تخلص المحكمة واسمه، راه ما يمكنش لك غادي تجيب راسك. قال لي راه فعلا انا بقيت كنخمم، راه هادي عام ونص ما جدوش لي الجرين كارد. قال لي ما جدوش لك الجرين كارد؟ قال لي ما جدو. قال لي مشات لك الجرين كارد، مشات لك. قال لي لو بغيتي الجرين كارد خصك دير محامي، ومحامي 6000 7000 دولار، وانت ما عندك حتى فرانك. قال له شنو غدير؟ قال لي عرفتي اش غدير؟ انا غادي ها الادريس، ها المعلومات، انا نخرج قبل منك، ملي تخرج اتصل بيا، فهمتي، خبي هاد الادريس والتليفون كل شيء، اتصل بيا. قال له ما تلوحش اسمه، انا غادي نعاونك، نساعدك مزيان، غنساعدك واحد. واخا فعلا بقاو معاشرين، تعرفوا مزيان، كي يتوانسوا في السيلول. عمر وصل هذاك السيد محمد، وصلت الوقت ديالو، خرج توادى مع عمر، وهو اللي زعموا علموا الصلاه وعلموا اسمه، وكيصلوا مجموعين داكشي، توالى مع عمر ويمشي في حالته داك السيد. عمر بقات لي شهر، دوز داك الشهر، عيط عليه المدير، قال له وليدي على سلامتك، جمع له حويجاته، وعطى واحد لونفولوب فيه واحد الشيك، وهذاك الشيك قال له انا ما عنديش كود حساب. قال له لا، قال له هاد الشيك هذا كيدوز، غتمشي الشيك كاشير بحال داكشي ديال
الشكاشيه اللي دابا بحال داكشي ديال وفاكاش، بحال هادشي ديال وفاكاش، بحال هادشي قالوا هذا غادي في غير هاد، لا كاين هنا الكاشير، تشيك كاشير كاينين موجودين بزاف، قالوا غادي تمشي عندهم تاخذ فلوسك، هذيك الفلوس هي ديال الخدمه اللي كان كيخدم في الكوزينه اللي جمع. وعطاه واحد لا ليست ديال الشوطر، الشوطر هو البلاصه فين كيمشيو ديك الهوملس اللي ما عنده لا دار لا سكن لا والو، كيمشيو تما كيديبانيو بالشوطر ديال الدوله، هي اللي كديرو الدوله، كيعطوك الفطور وعندك فين تعوم فين تبدل حوايجك، ومره مره يمكن الى عندهم شي حاجه ديال الحوايج كيعطيوهم، غالبا ما كيعطيوش الحوايج، الحوايج كدير ما فيهم. ولكن عمر ملي خرج مشى الشاطر دوز فيه 3 ايام بقى حماق، فهمتي بقى حماق، سرقوا ليه فلوسه كان ناعس وضربوه بيه من الجيب، ما تلاش حمى الشاطر، قلت ما لقايا مع برا مع البرد ولا الشاطر، خذا لا ديسيزيون باش يرجع ينعس في اسمه عمر، مع الاقدميه بدا كيقدم دابا وتيعرف الميريكان وتيعرف اسمه، بدا كيسول ولا كيدبر، كيمشي لدوك الكنيسات، كاين الكنيسات، كاين الكنيسات اللي كيعطيو الماكله، كيعطيوك الحليب التفاح البنان، كيعطيوك حوايج، كاين الكنيسات كيطيبوا الماكله، كتمشي تتفطر كيديروا الفطور والغدا، ما كيديروش العشاء، الفطور والغدا، ولا كيعرف كون كنيسه في كينا، كل كنيسه فين كاينه، وكل كنيسه مقيد، هو بدا كيقيد كل كنيسه اش كتعطي، نهار الاربعاء هذه كتعطي الحليب والخبز وهذه وهذه الليمون وهذه، هذه كتعطي الحوايج هذه ولا مديباني راسو، ولا كيجي بغا يتوحش ولادو بزاف وبغا يشوفهم وما عرفش وما قدر، لانه ما تنساوش القاضي حكم عليه المساحه ديال هذيك الدار اللي ساكنه في كويس ما يوصلش لها، ما يوصلش لها، يوصل لها يمشي للحبس، يوصل ليها يجيو البوليس يديه يمشي ب5 سنين، وقالوا والو علموه، دابا هو بقى في الحال وبغى يشوف غير ولادو، توحش بلادو ولادو كبروا وبغى يعيش يشوف كي غادي يدير، اجا لقى واحد الحل، كاينه واحد الجرده حدا الدار السكنه، حدا الدار السكنه في سكن، كيمشي يجيب الماكله ديالو ساندويتش ولا شي حاجه كيدبر، بالليل كيجي وكيبقى عاس، عاس جالس وكيدبر على واحد المونطو وواحد المعطف سخون وواحد الطاقيه، وكيبقى بارك ما كتش واخا تشوفو دوز عليه ما تعرفوش، عينيني كيشوفو وكيبقى يشوف وكيشوف المرأة عنده توحش، المرأة حتى المرأة عنده توحشها، كيشوفها خرجت مشات للمارشي ولا مشات للحانوت تقدات الحليب ولا شي حاجة ورجعات، وكيبقى يتسنى باش يشوف ولادو، حتى كيدي الناس هكذا كيجلس هكذا حتى كيدي الناس. واحد النهار المرأة عنده خارجة من واحد الحانوت تقدات شي حاجه وجايه، هو داها الناس بحال كيخمم داكشي بارك هكذا، داها الناس ومقابل هو مقابل الزنقه ومقابل الدار اسمه، داها الناس واخا هي تشوفو ما تعرفوش الحاله ديالو داكشي، ويسمع غوت، سمع واحد الغوت الصوت صاعق، تفيق عمر تلقى واحد خينه مقاطي واحد المراه مقاطي وحط لها موس وكيسمعوا اش كيقول، حيت الديستونس ماشي بعيد، كيسمعوا تيقول لها جيف مي ماني جيف مي ماني، وتيهضر بديك الدارجه ديال لونجلي ديال بروكلين، جيف مي ماني كيليو جيف مي ماني، وهي كتغوت وهو مقراطيها، ناض عمر، ناض عمر ما شعرش لاح ديك اللعبان هذيك العداسه ديالو، وقصدو وجي قازلو وعمر مجود البنيه هذا باش يضرب، الاخر طلق البراق، طلق البراق، ديك تلقى اللي تلقى المرأة غايبة، المرأة قجها خنقها مابقاش كتنفس غايبة، وهذاك خينا واجه عمر وجاي عند عمر، وهكذا كيديروا هذا الخطر، هذول ما تيهربوش، واجه عمر وقف مع عمر ووقفوا وجو وقفوا في وسط الطريق، وما كاين لا غاشي ولا ماشي، وهذا كينزل غادي ينزل على عمر بالموس، وعمر كيطاكيه لأن عمر كوشي، هو كوشي، عمر لاح الكوشية والآخر هو يضرب ليه 3 الصبعان. طب لي 3 الصبعة، عمر غوت الغوت اللي غوت هذا خينا هرب ما دا والو، وعمر مشى كيجري 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 مشى كيقلب على ذاك اليماني مول الحانوت تما اللي في هذيك النواحي ديالو، وتلقى اليماني حال قال له عتقني، راه ضربني واحد خينا وراه كريسه واحد المرا وراه ضربني، رانا خويا راه عرفتي البرد
واسمو الاخر قال له شنو كاين شنو كاين، قال له اعطيني شي شيفون اعطيني شي فاسمون اللي عندك. هذاك اليماني عنده واحد الفاسمون عطاه لي كمل اسمو، وقال له دابا اش غدير؟ قال له اصبع غير ما كنحش بهم ما بقيتش حش بهم. قال له عمر قال له اش غدير؟ قال له خصك تمشي للسبيطار ضروري تمشي للسبيطار. قال لي راه ما عندي فلوس لا والو، قال لي لا لا غاسي للسبيطار راه ما يطلبوا لك لا فلوس لا والو غاسي للسبيطار سير ليرجونس كلهم ليرجونس راه الحاله ديالك خطيره. هو يدور معاه دور معاه قال لي هاك باش الطاكسي عمر شط الطاكسي مشى للسبيطار. السبيطار ملي كتدخل عندهم هنا ليميرجنسي تيقول لك سميتك تيقول لك لا الكارني ولا الحاله المدنيه ولا سميتك فين ساكن تيقيدهم هذاك الشيء تيعرفوك بان تتكذب الدنيا هاني وما غايتخلصوا في داك الشيء. قيدوا نيت عطاهم عمر السميه وعطاهم الكنيه مقلوبه وعطاهم لادريس غير هكذاك وسنا دار السيناتو ديالو دخلوا لي ارجونس شاف الطبيب ديك الحاله حيدي ليك الفاس ما داروا لي ديزانفيكتا. قال له عمر قال له هاد الصباع ما غاديش يبقاو يخدموا صباعك ما يبقاوش يخدموا لان هذا قطع لك العروق حنا غادي نديروا اللازم عندنا الخيط والجرحه وداك الشيء ديزانفيكتا ونعطيك الدواء واسمو ولكن نصحك هذوك الصباع غادي يبقاو واقفين ما عمرهم يتجمعوا. عندك الصباع الاول والثاني والوسطاني والثالث مقطوعين وكانت ثلاثة اللي كيتحركوا الفوقانية مقطوعين. قال لي الأعصاب ديالهم مقطوعين ما يبقاوش يخدموا ما يبقاش. قال لي خلينا نحيدهم ليك. قال لهم لا ما بغيتش حيدو باغي خليهم. قال لي غيعذبوك يبقاو. قال لي خليهم. المهم عطاوه الدواء خيطوا لي داك الشيء صيفطوا البوليس جاو حيت هذاك اليماني عيط للبوليس ملي قال له شنو وقع عيط للبوليس. البوليس جاو تما لقاو المرأة بجبدة عيطوا لامبيلونس هزوا المرأة داوها للسبيطار كيشوفوا الدم هزوا داك الدم باش يديروا التحليلات. قال هذا المجرم هذا اللي طاك هذه المرأة الدم ديالو هذا داروا داك الشيء في التحليلات ومشاو كيديروا لونكيت ديالهم. دابا عمر رجع كيدور كيتسول في الحاله ديالو كيدور في ديك الحاله ديالو الاولى ويدو مازال مريضه وكيعاني والباد وكيمشي ما بقاش كيخدم هذا اللي الكوشي يعني هو كوشي كيخدم سليمنيه ولا ولا دابا فرصه على راسو باش غادي يولي يخدم لمنيه خاصو يتعلم يخدم لمنيه ياكل بلمنيه يدير كلشي بلمنيه. في هذاك الوقت سيدنا هذيك المراه نقذوها من السبيطار رجعت داوها جابتها لابيلونس رجعت للدار ديالها داس عليها واحد المده. هو عمر قال انا لعل وعسى نرجع نشوف هذيك المراه اللي تعطف عليا بهذا اللي مقطوع على اسمه تعطف عليا ونشوف شنو كاين اش غدير معايا. جاب الليل كيصوني عليها قال لي انا فلان الله يرحم باك انا راه جيت نشوف الولادي راه يدي راه يدي راه مقطوعه وقع لي شي مشكل وهادي وكتهضر معاه في لونتيلفون. قالت ليه مشكل ديالك هذاك ما انا ما عندي ما ندير لك اش غندير لك انا يديك لا مقطوعه ولا عندك مشكل هي ما فهماش المشكل كي داير. قالت له ودي انا ما عندي ما ندير لك انت فين كتجلس دابا الا جاو الدراري ولادي نمشي نصيفطهم لك. قال لي انا تنجلس في البلاصه فلان فلان. قالت لي واش دابا غادي الدراري غادي يجيو هذا غادي من هنا يومين غادي يجيو عطله راهم تيقراو غادي يتخرجوا راه قراب يتخرجوا دابا بقى لهم والو شي شهور غادي يتخرجوا وراه بغاو يشوفوك نيت. قال لي انا الوقت دابا الا عيطتي لهم عيطي. قالت لي انا نقدر نعيط لهم يهضروا معاك الا بغيتي فين غتكون دابا باش نهون اسمو. قال لي انا جالس غير في القلت في البلاصه في الفلافل هزت التليفون عيطت للبوليس قلت لهم هذا خينا كتقلبوا عليها هو راه قاعد في البلاصه في الفلافل هما يجيو يهزو هزو عمر بديك الحاله ديال الليد وبداو كي وندرين تيقول لي داو دخلوا الكوميساري ديال البوليس قال لي اش وقع لك في يدك انت؟ قال لي موالو راه اكسيدا. كيفاش اكسيدا؟ هما عيطوا لواحد الطبيب عيطوا للطبيب ديالهم البوليس عندهم الطبيب ديالهم دخلوا لواحد واحد الشومبر حلوا له اسمه كيلقاو العصوب ديالو الضربه ديال الموس. قال لي تعاودنا المشكل ديالك انت شنو هادشي شنو عاودنا المشكل ديالك انت وحنا بعدا كنقلبوا لك شحال هادي فيك انت
كروسيسيون عادي يدوز للمحكمة، عادي غادي تمشي لاسمه. قال لي ما ودي انا كيفش عليكم، انا كنت قالوا لي قلنا الحقيقة. قال لي ما ودي انا كنت قاعد كنت ناعس في الباصة الفلانية، وانا كنت ناعس داني الناس كنسمع واحد الغوات، الصوت ديال المرأة كتغوت. ملي حليت عيني لقيت واحد خينا مقراتي واحد المرأة وحاط ليها موس هنا، وانا ملي جيت نواجه اسمو بغى يضربني، لقيت يدي بالكوشيه ضربني ذبح لي هاد السبعه وانا كوشي. دابا انا اللي منيا كنتعلم ناكل بها واسمو، قالت لي راه ويقول لي واحد البوليس حنا شناك ملي درنا التقارير وداك الشيء عطيناك تسنيب باسمو، عندك صعوبه باش تسنيب لي منيا، ما ولاش كتخدم لي منيا. قال لي لا انا كوشي. قال لي انت اللي في هذيك الليله اللي اسمو، قال لي ودي انا هذيك داك الدم ديالك اللي تما حدا هذيك المراه. قال لي ها، قالوا واخا حنا راه مازال في اسمو هادشي اللي كتقول لنا، حنا مازال غادي نرجعوا، راه مازال في البحث، مازال كان في البحث، مازال كنراجعوا البحث واسمو. مشاو اسيدي داروا التقرير داكشي اللي قال ليهم، وما يمشيو دوك يبحثوا في الكاميرات، دوك يبحثوا مشاو الحانوت، الحانوت الكاميرات كانوا هذيك الايامات الليل هذه الكاميرات مسدوده داكشي، وطلب لهم وقت وخصهم البيرميسيون من عند الجوج واسمو اسمو. المهم جات هي هذيك الوجبه، البوليس قالوا للجوج راه لقينا واحد هذا واحد السيد اللي هو الدم ديالو اللي كان تما عند هذيك المراه، ولكن هو تيقول بان هو فيكتيم ماشي هو اللي ضربها. يعني هادشي اللي كيقول ريزونابل، لان حنا ما بغيتش تفهمنا كيفاش الخينا قراطه يعني خلق هاد المراه هذه، لان المراه كانت مخلوقه، الطبيب قال لي المراه كانت مخلوقه، كيفاش هاد المراه غادي يكون مخلوق وهي ما عندهاش الدم، ما فيهاش الدم، والدم حنا لقيناه مسرسب. يعني هادشي اللي حنا ما راه هادشي السيد هذا عنده الحق. قال لهم ديروا التحاليل، حنا داروا التحاليل، حنا قلنا داروا التحاليل، درنا التحاليل، راه التحاليل اللي راهم في يعني المجرى ديالهم، حنا كنتسناو ريزولتا. فعلا توصلوا، قال لهم لوجيك، قال لهم توصلوا بالريزولتا قول لي شنو كاين. فعلا توصلوا بالريزولتا، الدم ماتش تيتقارب الدم ديالو، يعني هو هذا السيد راه ما تيكذبش هادشي اللي قال. قال لهم عملوا البحث ديالكم الاجراءات وديروا شوفوا شنو كيف الكاميرا وداك الشيء. فعلا بقاو كيبحثوا يبحثوا يبحثوا، لقاو واحد الكاميرا مسجله بهذاك خينا غادي كيجري كيهربان، هذه اللي لقاو. ولكن الكاميرات اللي تما كيحاولوا لقاو واحد الكاميرا اللي كانت مخبيه في واحد الدار اللي هي في الاتجاه ديالها اللي كان هذاك خينا وقراتي هذيك المره. فعلا لقاو وقاو شافوا الخينا هذا ملي كيضرب مع هذاك خينا. اه غريب هادشي. قال لهم عمر، قال لهم ودي هادشي اللي كنقول لكم راه الحقيقه، وانتم بيديكم قلتوا لي هادشي بان اللي قلت انا هو اللي كاين واللي شفتوا في الكاميرا. دابا الله يجازيكم بخير، انا خليه يمشي. قال لي ما يمكنش لك خليك تمشي، لان انت مبحوث عليك من المراه اللي دايره عليك براسك، اللي دايره عليك هاد سمو، راه هي دايره لك. الا هي غتسامح لك واسمو راه ما كاين مشكل، الا هي غتضرب شارج غتضرب شارج ما كاين مشكل. فعلا قالوا علموا المرأة، علموا المرأة، قال لها ودي هذا السيد اللي دعيتيه راه وعدنا رقمتناه، جيت شوفيه ومن بعد غادي اسمو نقدموه للمحكمة وغادي نشوف القضية اش غيدير معاه. فين عيطوا لها، جات الكوميسارية، هو جالس كيشوف فيها، هي تشوف فيه، بقات كتشوف فيه، تقول لهم قالت المرأة، قال لي وقعت لي شي كسيده ماشي شي حاجه في يديه. ويقول لها واحد البوليس قال لها ودي راه هاد السيد هذا راه ضارب واحد المرأة كان وقع عليها في الزنقه الفلانيه، في الزنقه الفلانيه، وهذا هو اللي عتقها، كون ما كانش هذا كانت هذيك المرأة غادي تموت. هي عرفتي تقول لهم بلاتي 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 بلاتي، كتقول ما تقولش لي واش هذا هو اللي دار مع داك السيد وعتقني، هذا راه راجلي ولكن داعياه، وها وقع هي كتعاود لي المشكل. وقال لها دابا اللي كاين دابا خذي بعين الاعتبار، هذا السيد راه ضحى بحياته ومشى ولي سبعانو وتعطب، على الاقل عفي عليه مالي، يعني هذا السيد وقف نقد لك حياتك. وفعلا نيت ارتبط وما بغاتوش يمشي للحبس، وشافت بان يدي معطوبه اسمه، وقالوا لها البوليس بالشهاده ديال الطبيب ديال البوليس وبشهاده طبيب السبيطار بان السيد
ثلاثة السبعة ما يبقاوش يتحركوا، بقات كتشوف بقات كتشوف. قالت لي راه نسمح لك، غادي يسمح لي، ولكن راه ما يقدرش يعيش معايا في الدار، ما غاديش يقدر يعيش معايا في الدار، انا ما غاديش نقدر ندخلو للدار، نسمح لي ونضرب ما كاين حتى مشكل، ولكن يمشي يعيش بحياته واسمه، انا ما داكشي اللي دار لي انا مازال ما طحنتوش. فعلا سمحت لي على داك التشارج، طيحوا هذاك التشارج، ما بقاش متبوع على اسمه، مشى في حالته. قبل ما يمشي في حالته قال لي طلبها واحد الطلبه، قال لي واش يمكن لي نعيط لك اذا جاو الدراري بلادي تخرجوا يوميا. قالت له في هذا البليزير اللي درتي فيا نخرجك الدراري يجيو يشوفوك، تسير معاهم، ريح معاهم، شربوا قهوه، كلوا في ريستورو ولا شي حاجه، كيف مشكل. فعلا مشى فرحان، مشى فرحان، مشى فرحان. دازت واحد المده قليله مازال الدراري ما جاو شيء، والحل عقلو راه الحل بارد في الثلج واسمو، وخا هذاك باقي مكرفس كيمشي ياكل في الكنيسات، وكيمشي يدبر في الكنيسات، وداك الشيء باقي مكرفس. هو يتفكر ديك لادريس اللي خلى ليه داك السيد محمد اللي كان معاه في الحبس، وعيط لي، عيط له قال له واش كاين 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 واش كاين، عاود له الفراش وقع اش وقع. قال له هذاك السيد، داك السيد كيسكن في بروكلين، قال له جي عندي انا غادي نديبانيك، انا نخرجك من هذه الازمه كلها، لانه هو عارفه ما عندوش، ما بقاش عنده الجرين كارد، ما بقاش عنده الجرين كارد. قال له فعلا جي عنده وريح عنده، تهلا فيه هذاك السيد محمد، هذاك السيد اتقي الله وسيد معقول واسمه تهلا فيه، ويقول لي شوف باقي عندك الباسبور المغرب، قال لي باقي الباسبور، قال لي شحال فيه، قال لي مازال فيه شي 3 سنين، قال له انت شوف، قال له انا غادي نجوز لك البي، وغادي نعطيك شي طرف ديال الفلوس، وغادي تمشي لباكستان. قال له علاش غنمشي لباكستان؟ قال لي شوف انت عندك الانجليزيه مزيانه ودري ذكي، غاتمشي عند واحد الاخوان صحابي عندهم مدرسات كيقريو كيديروا تدريب الرياضه وفنون الفنون القتاليه وداك الشيء. قال لي شتي وكان عندك الفنون القتاليه كنت كتريني، دابا ما يوقعش لك هذوك السبعه، دابا انا غادي نديك فين تدرب باش بيد وحده تقدر تدافع على راسك، دابا هذاك الهانديكاب غادي تنساه، هذا الهانديكاب اللي عندك غادي تنساه. المهم اقتنعوا، قنعوا، فعلا جاب له البي، عطاه دور معاه الفلوس، اتصل بهذوك الناس يتسناو في باكستان، مشى لباكستان، نزل في المطار كيتسناو هذوك الناس، رحبوا به الدور باكستاني، رحبوا به، دوز واحد يومين 3 ايام، عاد وراوه البروغرام ديالهم شنو كيديروا. فهذاك الوقت مازال كلينتون مازال كيرأس امريكا، وقريب باش غادي تكون، باش غادي يكون انتخابات، باش غادي يجي بوش كرئيس امريكا. الحظ، وهو عمار حيدر اللي خلى ولادو وخلى مراته وراه وسمح بداك الشيء، لانه القساوه والمعاناه اللي عاش منها اكره امريكا، احطوا في جهنم وما تحطوش في امريكا، مشى لامريكا، رجع لامريكا، ملي مشى لباكستان، ملي خداو هذوك الناس تهلاو فيه وما يبداو يدربوه، كيديروا تدريب ديال الكاراتيه، ديال الجيدو، ديال كل شيء، واخا يد وحده كيدرب، درب مزيان عمر، درب مزيان داك الشيء، درب مزيان، و يزيدوا في الدروس ديال لونجلي وتمعن مزيان في لونجلي. قال لي خصنا نهيئوك باش غتمشي، حنا دابا ما عندناش البلاصه، ما عندنا مدارس كندربوا الناس وكنقريوهم داك الشيء، كيمشيو يقريو الدراري وكيديروا رياضه ويقريهم وكيتخلصوا وكيخلصونا حنا، تعطينا واحد النصيب، هذه هي الخدمه ديالنا. افرح عمر، فعلا مشى قرا معاهم ودرب مزيان وداك الشيء، وتفرع في لونجلي، زاد مازال تمعن في لونجلي. جات القضيه ديال 9/11، ناطحه السحاب، طاحوا دوك ناطحه السحاب في العهد ديال بوش. بوش قرر باش يدير الحرب على بن لادن، وقرر باش يهجم على افغانستان، وهي هاد الامور هادي كانت في البروغرام قبل بوش وقبل ناطحه السحاب. ناطحه السحاب هاد البروغرام كانت عند امريكا، امريكا كانت عندها واحد لا ليست غادي تهجم على 8 ديال الدول المسلمه، 8 ولا 10 ولا 12 ما عقلتش انا، ومن جمله تما الدول كانت افغانستان والعراق، والعراق كانوا كيقلبوا على السبب، كانوا كيقلبوا على السبب، الا فاش لقاو ذاك واحد خينا نسيت السميه ديال واحد الايراني، كان
كان دكتور في الماتيماتيك، نسيت السميه ديالو، هو اللي جاب لهم لا فورماسيون ديال الكذوب، هما داروا ميك وداروا لي سبحان الله تقوا به، هما تقوا به، نسيت السميه ديالو، راه مات، راه مات مقتول، قتلوه، ما عرفوش شكون اللي قتلوه، قتلته لا سي يمكن، لان كان دار واحد المبالغه في الهضره، بان انا ضحكت على، كان قال انا ضحكت على السي اي اللي هي اذكى السي اي اللي في العالم، انا ضحكت عليهم ودخلتهم في حرب اللي ماشي الحرب ديالي انا، قال هاد التصريحات هذه، ولكن مور هاد التصريحات تقتل. المهم بوش خدا هاد لانفورماسيون من عند خينا هذا اللي قلت لكم، هو عراقي شيوعي، خدا هاد لانفورماسيون ودخلها وطبقها مع وزير الدفاع اللي هو كان هذا كولون باور، واللي كانوا كيأيدوا هذا كان رامزفيلد كولون باور وداك الشاب ديال السي اي وكذا الى اخره، دوك الامور كلهم هادو كلهم تقريبا راه ماتوا، بقاو فيهم يمكن شي واحد ولا جوج، بقى بوشعي راه. المهم وكونوا هاد لانفورماسيون اللي هي فيك، اللي يعني مزيفه، وقدموها للمجلس الدولي، واخا هذاك ما تصرفاش، دخلوها هما فوتوا عليها، يعني هما الفيتو، هما كيديروا كل شيء، ودخلوها باش خداو القرار باش يهجموا على افغانستان. وفي هذيك لا بيريود، عمر كان في باكستان، ودازت عليها واحد المده، وتقتل واحد العقيد، كبير ديال الارمي، مهم بزاف، اللي كان تحت البروتكسيون ديال السي اي، ولكن تقتل بالسنايبر، ما تقتلش في الحرب، تقتل بالسنايبر، وما عرفوش كي اللي قتلو، والميريكان هدات 2 مليون ديال الدولار اللي جاب لهم معلومات على هذا اللي قتل هذا العقيد، عقيد عندهم مهم. عمر في هذيك المده، في هذيك لابيريود، كيتلاقى مع واحد خينا، واحد باكستاني واسمو، وتيعاود ليه على اشنو جرى، هو يلاه جا من افغانستان وغادي يعاود يرجع، وتيعاود ليه الشجاعه ديالو، القدره ديالو، وتيعاود ليه شي حوايج، يعني رجع للكذوب ديالو، رجع للفانتازيا ديالو، وقال لك حارب، بعد خاطر كيحارب بلا سلاح، بعد خاطر كيضربها بمواشي، وكيدير ديك يوكوغيري، وكيتهز ويضرب، تيضرب السلطه برجليه، وتيتقلب وكيهز الكلاطه وكيتيري، وهو خطير في هادشي ديال القناصه، وهو اللي قتل داك العقيد هذا، تيقول عمر، تيقول لهاد الباكستاني، هاد الباكستاني فراسو داك الاوفر ديال ديك 2 مليون ديال الدولار، هذا ولا كيبان لي عمر، كيشوف عمر 2 مليون ديال الدولار، مابقاش كيشوف عمر، كيشوف 2 مليون ديال الدولار، خدا لانفورماسيون ومشى للقنصله ديال الامريكان تما في باكستان، وقال لهم ودي عندي لانفورماسيون، وعندي المعلومات الصحيحه، وعندي التصويره ديال السيد، وعطي المعلومات كلشي، اللي قتل داك العقيد هو اللي قالها في فمو، هو اللي اعترف بها في فمو. القوسو، عيطوا القوسو، قال لي اش كتقول؟ قال لي انا كنضمن لك 2 مليون ديال الدولار، ها هي الشيك، الشيك غادي تجي تهزها من القوسيه الا عطيتينا المعلومه، وعطاهم المعلومه، وفعلا مشاو، جاو واحد دوز اجون ديال السي اي، جاو كيقلبوا، عطاهم التصويره، عطاهم معلومات فين تيكون اسمه، وما يدخلوا عليه في 2 ديال الصباح، نعس في واحد الدار، ماشي باكستاني، دوك الباكستانيين اللي، كيقريو، اللي قراو الكاراتيه وقراو، هزموا كل شيء لعينيهم، ما حلوا عينيهم، تلقاو يوسف الامريكان لانتيروغاتوار. دابا واحد لانتيروغاتور اللي كيدير هادشي ديال لانتيروغاسيون، بقى كيشوف لي ليس ديال السبيات، ويعزل عمر، ويجيبو، قال له شوف، قال له حنا عندنا المعلومات كلها عليك، قال لي حنا عندنا السيد اللي هضرتي معاه، حنا نجيبو لك هاد الصوره ديالو، واش هو هذا؟ واش هو هذا اللي هضرتي معاه؟ واش هو هذا؟ بقى كيشوف عمر التصويره، قال لهم هو هذا، قال له يا سيدي دابا عرفتي، دابا يلا بديت كتعترف، دابا هضرتي معايا، قلتي لي هادشي، هذا هضرت معاه، قال لهم ولكن راه هضرت معاه، راه قلت لي هادشي، ولكن راه هادشي عا كذوب، انا مريض بالكذوب، انا عا كنكذب، انا ما درت والو، انا حقا ترينيت وقريت ودرست، ولكن ما عمرني شديت شي كلاطه، ما
عمري شديت شي سمك. قال لي اي، قال له شديت شي. قال له شوف، قال له حنا نص ساعه وحنا كنهضروا وانت كتقول لي نفس الهضره، ويدير الصونيط هذاك التليفون دار الصونيط ها، ويجي واحد العسكري قال لي، قال لي الاخر مشى ويجيب واحد الكانيطه ديال كوكا كولا، جابها ليه واحد طاري قدامه ويقول له عمر، قال لي بغيت تشرب هذه؟ بيتفلى تشربها؟ هو حلالي لي هذاك، لا داك الانتيليغاتور حل بيدو وجاب له داك تيو، داك سترونغ اسمه سترونغ، جابوا لي قال لك شرب. دابا عمر مع الانتيليغاسيون ومع داك الشيء، وي شد هذيك الكانيت ديال المناضله، شدها باليسريه وشدها باليسريه ويتقلب تقلبات ليه، هو هذاك الانتيليغاتور هزها وردها ويدير لي فيديو، ويعيط عاود صورة على ذاك العسكري، قال لي مسح هذا الشيء مسح هذا الشيء، قال لي جيب لي واحد اخر دير تقلبات لحاف في الزبد وحطها لي باش يشربها. عاد عمر شدها باليمنية ويقول لي ذاك الانتيروغاتور، قال لي انت كوشي؟ قال لي قول لي هذيك القصة ديال هذوك يديك الضربات في الحرب اللي كنت انت في افغانستان، كنت كتحارب الضربات في الحرب، وريني شوف كيفاش، ولا ضربتي مع شي عسكري كرة كور وقطع لك يديك؟ قال لي لا لا، قال لي لا، قال لي قول لي القصة ديالي ويعاود له القصة. هذاك الانتيغاتور بقى كيشوف فيه، وذاك الانتيغاتور هو داير الحياة وداير موستاج داكشي مزيف، داكشي كلشي مزيف. علاش؟ حيت كيديروا هادشي باش ما يتعرفوش. سبحان الله، هذوك صحاب بلادهم ولا شي حاجه يخرجوا ولا شي حاجه يعقلوا عليه يقتلوه ولا شي حاجه، كيديروا داكشي مزيف. هو عيط صورة ثانية، عيط لذاك العسكري، دي هذا السيلو، دي السيلو كيفاش بغا يدير معاه، ويمشي ويدير التقرير ديالو بوحدو، التقرير ديالو بوحدو. وعيط عيط اتصل بواحد لاجوندي سي اي، قال لي هاد السميه ديال هادي غادي تمشي ليا للكوميساريه الفلان فلانيه، وغادي تمشي للسبيطار وغتجيب لي المعلومات كلهم بالتدقيق، غتجيبهم ليا انا، غتجيبهم ليا انا. قال لي اصبر عليا شهر، لا خش الطياره دخل الامريكان، جاب لي المعلومات كل بالسبيطار، كلشي بالسيناتور ديالو بداك التوقيع، عقلت وراه كان وقع في السبيطار معاك، ويجيبهم لهذاك الضابط الكبير، جابهم ليه ويقرا داكشي، قرا داكشي اللي مكتوب في الكوميساريات، كلشي ملي جات لبرا الكوميسارية والبوليس تا هما كيشهدوا كلشي، ويقارن داكشي اللي قال مع داكشي اللي قال مع داكشي اللي مكتوب، الوراق كلهم عقلوا، الوراق كلهم اللي دازوا في السبيطار وداكشي، ويقول هذا السيد عنده الحق، يهضر عنده الحق، ويشد هذاك الملف ويدفعوا اللي ايتا ماجور، دفعوا الايتا ماجور في واشنطن، قال لهم هذا السيد هاكين وهاكين، وكتبوا التقرير ديالو، هذا السيد بريء، ما كانش هو السيد بريء، وهذه 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 راه ما عندوش، راه تيكذب، وهذه وهز السيرتيفيكا شهاده من عند الطبيب النفساني بانه كيشهد عنده اون باثولوجي ديال الكذوب، مريض بالكذوب، هذا السيد فيكتيم ديال الكذوب ديالو، الكذوب ديالو، والقصه ديال المراه ديالو، كلشي مكتوب، كلشي تجمعوه، كلشي بلي ديتاي، كلشي. هو اللي دار واحد البورتري، دار واحد البورتري ستاتيو ديال هاد عمر، شكون هو عمر؟ شكون هو هذا عمر حيدر؟ فعلا جات لا ديسيزيون ديال ليتا ماجور باش يطلقوه، ودوز فيها شحال، دوز فيها واحد المده، وكانوا كانوا كيديروا كيعذبوه، وغادي يجي هذاك داك القائد الكبير اللي دار لانتيروغاسيون، دار له لانتيروغاسيون، وقال له قال له على سلامتك، قال له راه كاين واحد الشيك، عطينو لك واحد الشيك ديال الدوماج انتيري، فهمتي غادي تفتح كوم ودي الامور، داكشي اللي كيسال كل شي حاجه مع المحكمه، داكشي دي الامور وتقود شويه وقوي راسك شويه، ولكن راك ما غاديش تبقى هنا، ما غاديش تكون في امريكا، ما غاديش ديسيدو باش يلغيو ما يعطيوكش الورق ديالك. قال لي واخا، خذا عمر الدوسي، بدلوا لي شي حوايج، عطاو حوايج زوينين اسمو، داو لي يديه لان يديه مازال معطوبه، وش الطياره وجا للامريكان باش ياخذ فلوسه باش يخلص المحكمه باش يخلص داكشي، ويجي عند المراه
عيط للمرأة في التليفون قال لها ودي انا جيت باش نعطيك الفلوس باش نخلص لك الذهب ديالك اللي مشى وداك الشيء. وهي تقبلات، تقبلات الذهب وداك الشيء ديال الفلوس ديال الكوب. ما دوروا مع الامريكان، دوروا مع عطاو توفيسات. وفعلا قالت له واخا واش اكد بقى تعطيني فلوسي. قالت له قال لي انا نعطيك فلوسي عندهم كاش. قال لي انت قاعد ما تطلعيني للدار، اجي ريحي معايا غنمشي للريستوران نخلص عليك غدا وهذه واجي ونعطيك فلوسك. وفعلا جات لعنده مش عارض على الريستوران ماكله مزيانه، الريستوران مزيانه وهو لابس مزيان مقي مزيان ويدي معطوبه كياكل عبلي منيه ويجبد ليها فلوسها واحد لونفولوب داكشي الفلوس كاع اللي كيتعطى لها. وقال لها قولي لي الدراري انت اجي. قالت له الدراري تخرجوا الدراري. واحد ولا عاقد كبير في الارمي وواحد راه مات في افغانستان. عمر يلا كياكل كيسمع واحد مات في افغانستان. قال لها كيفاش مات؟ قال لها كان، قالت لي كان عاقد كبير في الارمي وقتلوه السنايبر، شي سنايبر هو اللي قتلوه وهي تحل ليه الماكله. قلت له ماكيش. قال لها واش ولدي هذاك اللي مات؟ قلت له ولدك هذاك اللي مات. وشكون هذاك الولد اللي مات اليوم؟ هو مجيد. وقال لها جميل فينا هو؟ قالت لي جميل راه هو اللي كيدير لانتيروغاسيون، هو اللي راه في غوانتامال هذوك السجناء اللي كيجيبوهم من راه تما هو في الخدام. قال لي هو اللي كيدير لانتيروغاسيون، هو اللي كيسول دوك الناس اللي مشدو ليه. قالت لي هو اللي كيسول هذيك اللي خدمته تما عطاو تما ديرو حيت هو كيهضر بالعربية فهمتي. ولادي بجوج كانوا كيتقنوا العربية، علمتينا العربية وداك الشيء، وهذيك العربية اللي علمتيهم نفعتهم هي اللي دفعتهم باش عطاهم بلايص واعرين في الارمي والمستوى ديالهم الثقافي. وجميل هو اللي كيدير، هو راه طبيب ثيرابيست، طبيب نفساني، تيعرف كل شيء، تيعرف الامراض وتيعرف اللي كيكذب واللي كيقول الحق. شي اش عطاو داك البوست. قال لي انا راه كنت في غواتامالو، سمحوا لي هاد البرونونسياسيون ديال غواتامالو، غواتامالو رانا كنت في غواتامالو رانا ما شفتش ماجي. قلت له كيفاش شفتك؟ راه هو اللي كيانتيروجي، هو اللي قال لي راه بزاف كيانتيروجي كيتبدلوا. قالت ليه مجيد ها كيدير ها الطول ديالو ها الشكل ديالو. قال لي راه واحد ها الطول ديالو شفتو ولكن الحياه والمستقبل. قالت ليه ولدي، قالت ليه عمر راه كيتزيفو كيديروا دوك الحياه وداك الشيء راه ما كتعرفش الوجه الحقيقي ديالهم. ودابا بغيتي تعرف جميل وتشوفو انا مستعده دابا انا اللي كبرت وعايشه وحداني ومشاو الوليدات وهلك توفى وهذاك باقي، انا مستعده نساعدك باش يشوفه. وقال لي بغيت نشوفه. وقالت لي يلا كمل الماكله ديالي. قال لي ما نقدرش ناكل. تقفلت لي الشهيه وناض وسلم عليها وعطاها فلوسها وقال لي انا غنتصل بك ملي يكون غادي يجي. قالت له راه غادي يجي العطله ديالو راه قريبه باش يجي ونجيو نتجمعوا ونشوف. وفعلا عطاتو التليفون وقالت له عيط لي وانا ملي غيجي راه غادي نقول لك شنو كاين. فعلا جميل جا من الارمي ولكن جا بحاله اخرى، جا يعني ما تعرفوش بحاله اخرى. فعلا جا عند مو سلم عليها عنقها، هي تقول له راه لقيت الوليد. الوليد عندك؟ راه الوليد باك راه لقيته يو فادر، راه لقيتو هاكين وهاكين وعطاني الفلوس داكشي اللي سرق ليا وداكشي اللي مشى ليا الكونت داكشي. قال لي مزيان واسمو راه بغى يشوف. قال لي انا بغيت نشوف. فعلا اتصلوا بعضياتهم صوبوا الامور مشاو تلاقاو. تلاقاو في هذاك النهار نهار الحد كانت الدنيا زوينه باش مشى الدنيا وجو سخو جو وورم فهمتي. ونيويورك هذا نيويورك جاو نيويورك باش ياكلوا في ريستوران زوينه والمساء اسمو. وجا عمر جا في الليموزين، جا شايف طاكسي عيط الليموزين هي اللي جابته.
لان الليموزين كيحل لك، كيهود الشيفور وكيحل لك الباب، لان ما بغاش اول مره دابا غادي يشوف سنين ما شاف ولده، وبغى يبين لولده بانه راه زعما راه كابابل وراه حقق شي حاجه. وهذا وقفت ليموزين حضر الريستوران، وهما باكي لداخل كيشوفوا من الجهه، كيشوفوا ليموزين تحلات، وكيشوفوا عمر خارج بواحد الكومبلي، بواحد الكشكول، واحد الكومبلي زوين كحال هكذا، كيدير الصباط بسيرين وجاي مقاد، واحد الحسنه مقاده، ويدخل ويوقف ولدو، وقف ولدو ويدخل مشى عند ولدو، ولدو يعنقو عنقو عنقو باسو، وريح قال له ريح حدايا. ولدو قال لي ما غاديش تخلص انت، قال له عمر لا ماشي عاده هذه، احنا ماشي عاده الطبع ديالنا، احنا هذه ماشي الطبع ديالنا، احنا اللي غادي نخلص، انا اللي غادي نخلص كل شيء. ولدو كيقول له انا اللي غنخلصك الوالد، تيجي حدو وبقاو كيضحكوا. وقال له يلا عمر، قال له يلا اولدي دير اللي بغيتي. فعلا اوردروا الماكله واسمو كلاو وشربوا، وبداو كيعاودوا القصه ديالو داك الشيء جميل. ويقول قال عمر، عمر كيعاود شنو وقع ليه وداك الشيء، شنو وقع ليه، كيفاش تصيد حتى ولا في الوطن مالو، ولا في الانتيروغاتوار وداك الشيء. تسال اسمه ويقول لي جميل، عرفتي شكون اللي كان كيدير الانتيروغاتوار؟ قلت انت؟ قال لي شكون؟ قال لي هو انا. قال لي لا انت، قال لي الشكل ديالك، لا هو الشكل ديالك ماشي هو هذا. قال لي لا احنا كنديروا تزييف، احنا كنديروا تزييف، كنديروا كل شيء موديفيكاسيون باش ما تعرفوش. شتي بلي ماره، انا نعطيك لي ماره. قال لي اعطيني لي ماره. قال لي ملي حطيت لك واحد الصوده، قرعه ديال الصوده وطاحت لك، بغيتي تشدها باليسري وانت يسري، وطاحت لك وهزيتها وعيط العسكري، صونيت عليه وجا ومسح الطبله. قال له زيدك، قال له بارك وعنو، ويبقى يبكي جميل عنك باو، كيبكي كيبكي على داك الشيء. هو سالا ويخلي النمره ديالو التليفون، قال لي اتصل بيا ديريكت، لا خصك شي حاجه ولا شي حاجه، خصك شي حاجه. قال له ولدي ما خصني حتى حاجه، انا قاعد. قال له فين سكنتي؟ قال له قاعد في لوطيل، انا ما ساكنش، قاعد في لوطيل، عندي شي شويه ديال الفلوس باقا كنخلص في لوطيل. قال له هات ها النمره ديالي، الا خصك شي حاجه اتصل بيا ديريكت في ليطا ماجور ولا في اي بلاصه، قال لي اتصل بيا اي حاجه خصك. ومشاو تسالموا اسمو، ويا المراه يا الظرف مجيد مشى، كان زربان، كان مشى عيط للطاكسي مشى، وبقى هو والمراه ديالو. قالت لي شوف عمر، انا كبرت دابا، انا كبرت كان عايشه في الدار بوحدي، يجي ريح معايا. قال لي هو تنفكر، قال لها تنفكر تنشوف. قال لي كتقول لي جيبوا نسني، انا بوحدي، انا كتبقى بوحدي دابا، ولد مات ليا في الارمي، هذا خدام دابا راه كرا في محل وغادي يتزوج، وانا بقيت بوحدي في الدار وغادي نبقى بوحدي، وما يمكنش يسكن مع ولدي، انا ماشي في الطبع ديالنا، حنا كنسكنوا مع الرجال ديالنا، هذه هي الطبع ديالنا. قال لي هو تنشوف، تنشوف من هنا واحد سيمانه و20 نعيط لك ونرد عليك نشوف شنو كاين. كان عنده هو شي بلان، كان عنده هو شي بلان، ما كانش معول غادي تقولي، لان كانت كذبات عليه حتى هي، خدماته في هذيك النهار اللي طلبها واسمو، خدماته وخدعاته وبقى فيه الحال، واخا هذاك بغى يسمح لها ولكن صعيب، خصو الوقت. مشى هو هذاك تسال معاه، مشى خدات هي فلوسها، مشات حالتها، خلص هو الامور ديالو المحكمه، خلص كاع الدين اللي عليه وداك الشيء، مشى داك الشيء الفلوس اللي عنده كيصرفها، ما خدام ما خدام. يبقى شدوا هذاك خينا اللي كان ضربوه بالموس، شدوه تعتقل، سيفطوه سنين ديال الحبس. بقى هو عايش في لوطيل واحد المده، دازت عليه واحد الشهر، مولف كيعيط، مولف كيعيط لولده، مره كيضرب لولده، مره كيعيط للمراه، مره كيجي كيعيط للمراه، يخرج يشربوا معاه قهوه، يشرب معاه قهوه اسمه. واحد الوقت قطعت الدري، ما بقى كيتوصل لا بتليفون، المراه ما بقات توصل حتى بتليفون لا بوالو، ولا الدري كيعيط لمو تيقول لها واش الوالد عيط لك، ها واش دادي عيط لك، تتقول له لا. الوقت النهار اللي خلي عيط لي انا، النهار اللي خلي عيط لك انت، هذه تقريبا شهرين ما سمعنا من الوالد. ولده بقى كيتشوش، بقى يتشوش، يعني ما كاينش شي ديكلاراسيون، ما كاينش شنو. حاول اتصل بهذاك لوطيل اللي كان فيه، اللي كان فيه بقى، قال لي ودي راه تحول من لوطيل، راه ما بقاش عندنا بزاف، هذيك اليوم ضرب لك عاصي سيمانه وتحول، ما عرفناش فين مشى. المهم ولده بقى مشوش عليه يعني اسمه. واحد النهار مرات عمر، لان ما عمرني قلت الاسم ديالها، نخليوها هكذا،
ما نديروش الاسم ديالو، سمينا الولاد وسمينا، ما عمرني قلت الاسم، ما بغيتش تسمي. مرت عمر قاعده في قهوه كتقهوى، شاده الجورنال وهي تلقى واحد الارتيكل كاتبين عليه واحد الانسان مجهول، واحد الانسان مجهول لقاوه في واحد البلاصه ناعس ولكن ما عنده لا اوراق لا والو لا والو. تيقولوا اللي كيعرف هذا الانسان، حنا غادي كيوصفوا الاوصاف، عطاو الاوصاف كيفاش عنده واحد الكشكول، واحد لابس زوين نقي، ولكن الحاله اللي لقينا فيها الحوايج ديالو عامر تراب، لان كان طاح في التراب وداك الشيء اسمه. اللي كيعرف هذا السيد، والامارة عنده اليد الكوشيه فيها، عنده واحد ثلاثه صبعان فيهم السيكاتريس، او مسكينه هي بالضربه اللي قرات هذا الارتيكل، قارنات داك الشيء اللي وقع، طيحه الجورنال ضربت كاع الكاس ديال القهوه، دفت كاع على واحد الناس حداهم، كطلب لي من المعذره، قلت لهم اسمحوا لي وقع لي وقع لي وقع لي. مشات كتجري عيطات للبوليس، مشات عند البوليس قالت لهم اودي هاكين وهاكين، ها الارتيكل اللي فيه وفيه هاكين، السيد هذا راه راجل، غادي يكون راجل، يمكن يكون راجل. قال لا لا، كان غاديوك المستشفى ديال الاموات وغادي نجبدو غنشوف الا كاين اسم. فعلا هزوها بالطوموبيل داوها للمستشفى ديال الاموات، دخلوا عند الطبيب كتعطيهم الاوصاف ديال راجلها اكس راجلها، قال لها غادي نجبدوه من داك الفريجيدير، جبدوه من الفريجيدير، عراو غير الراس ديالو في واحد القرطاسة هنا مضروبة الدم. قلت لهم على راجلي هذا يتصف صفات. ايوا سيدنا، لونكيت غادي يساعدوها، هذيك السخفة اللي صغيرة غادي يساعدوها، يعطيوها الماء، غادي يبركوها، ساعدوها. اسمه رجعت للدار كتبكي، قالت خدات قرار باش تعلم ولدها جميل بانها شو وقع على الباه، داك الشيء علاش ما بقاش يتصل. ولوكيت استمر، والقصة غادي نوقفوها هنا، لأن علاش غنوقف القصة هنا؟ ما عجيش عليا ندير النهاية، لأن أنا بالنسبة لي الآرت ما عندوش نهاية، وأنا بالنسبة لي القصة كحاجة من يعني الرسم، من بسيكولوجيكمو، نفسانيا، تهيئ نفسانيا، يعني أنا كنقارنها مع الرسم ديالي، لا فاصل كيفاش كنفكر وكيفاش كنبدع واحد الرسم، هي نفس الطريقه كيفاش كنبدع قصه. والله العظيم هذه القصه ما كتبتهاش انا، عاودتها لكم مباشره، راه ما مكتوباش هذه القصه، ما مكتوباش، هذه راه غير من البارح اليوم، من البارح اليوم انا قلت لكم راه كطلع لي الطونسيون 170 170 درجه، لان علاش؟ هكذاك انا، هكذاك انا، هكذاك انا كنفكر وكن كتسمعوني واحد الاخر كتنهت، انا هكذا ديما ديما، انا ديما كنفكر، ديما غادي وكنفكر، هو كنفكر ديما، كنفكر ديما كان، وكنجمع كنجمع لي زيماج، كنجمع لي زيدي، وكندير دات كونيكت، تكونيكت لي زيماج باش كندير واحد القصه او كندير رسم. ولو كان ما شاهدتو هذا الرسم راه سبيسيال اليوم، راه درتو الصباح ما درتوش مباشره، ولكن اذا درتو الصباح حتى هو راه عنده واحد اللغز، عنده واحد اللغز كومبليكي. قدرت هذا في الصباح وانا كنفكر في هذا عمر حيدر، كنفكر في هذا عمر حيدر اسمه، شوفوا هذا عمر حيدر اللي كان فيكتيم مناش، كان فيكتيم السكري ديالو، والسكري ديالو جوج الحوايج، كانوا عنده دوب باثولوجي مرضي، كان فيه الكذوب وكان كيقمر، هادو جوج الحوايج، هادو جوج الحوايج اذا دخلتيهم في الحياه ديالك غادي ديتروي الحياه ديالك وديتروي الحياه ديال الناس اللي معاك. لهذا شنو استفدنا من هنا؟ شنو الافاده من هنا؟ الافاده اللي من هنا اللي استفدنا من القصه، راه واخا تحقق حياه، تحقق حياه بحال اللي قلت لكم انا شحال هذه قلت لكم، درت واحد، راه واخا تحقق حياه توصل لواحد المستوى، لا في الدراسه ولا في الخدمه ولا في عمل، ولا كانوا في هذه البليه راك معرض للخطر. نصيحه مني انا، وتحاول داوي راسك، تحاول تعترف، اول دواء، اول دواء كما دار عمر راه اعترف البداية، ولكن باقي عندهم اللي مشى، اللي مشى لباكستان، شوف الكذوب ديالو شنو فين وصلوا. وربما لو كون ما كانش داك الانتيريغاتور كان ولده وهو عرفه بان باه، ولكن هو ما عندوش الحق، فهاد الشيء السكري ديال العسكر ما عندوش الحق يقول لهم انا راه، يقول لهم، يقول ليه انا راه
راه ولدك من ناحيه قانونيا، عنده قانونيا في العسكر، والقانون التاني هو خصو يحفظ راسه. لما باه يبوح بالسر، باه نيت يقدر يقول لشي واحد، انت قدر ديك لونكيت تخسر، يقدر يقولوا بان باه صاوب لي لونكيت وصاوب لي الدوسي حيت هذاك ولده، فهمتي؟ ما ذكرش ولده باش الدوسي، ذاك الدوسي ذاك الملف يخدم مزيان، يمشي في طريق مزيان ودار طريقه مزيانه، لانه راه طبيب نفساني، ما تنساوش ولده راه طبيب نفساني، والاخر كان عقيد كبير في الارمي. وهذه هي القصه، والقصه اللي خدمها عبد الله في دماغه وقدمها لكم مباشره. والسلام عليكم، وكنتمنى عجبتكم، وخلوا لي شي تعليق اللي عجبتكم، ديروا لي غير لايك، اول مره غديروا لايك. يلا تهلاو بسلامه، انا غادي نمشي. العظم كبير. السلام عليكم ورحمه الله. يلا عبد الله. Thank you.